صباح النور مشاهدينا، إنه السابع من مايو من العام 2018. صباح جديد نطل فيه عليكم من استديوهاتنا في العاصمة اللبنانية بيروت ومن بلدان عربية متعددة عبر ضيوف وتقارير متنوعة. فما هي فقرات ومواضيع صباح النور لليوم؟ نتابع في هذا التقرير ونبدأ. البداية من أريحة وتقرير عن قصر هشام الأثري. النظام الغذائي المناسب لتحفيز الذاكرة في رشة صحة. ومن الدوحة حملة الأيادي النظيفة تنقذ الحياة. الهواء الملوث ومخاطره في فقرة صحتك. تأثير الكز على الأسنان ومضغ العلكة على جمال الوجه في لايف ستايل بالعربي. الزواج المدبر بين الواقع والتقاليد موضوع فقرة استشارة. إلى فلسطين وإضاءة على موقع Visit Palestine الإلكتروني. وتقرير عن فريق سكيتشو من الأردن. وأطيب الأطباق تحضرها لنا اليوم الشيف بلقيس في ولا أشهى. صباح النور لجميع مشاهدينا. صباح النور صبايا، كيفك سارة؟ صباح النور. تمام. يعني اليوم وعينا على تغييرات كبيرة بمجتمعاتنا العربية، خاصة بالانتخابات، يعني الانتخابات النيابية اللي ظهرت تقريبا نتائجها الأولية، وصار في خرق من اثنين من النساء اللي هن بولا يعقوبيان وأيضا جوانا حداد. نكون كتير مبسوطين لما المرأة عم تدخل المعترك السياسي بظل قوانين صعبة، وأيضا التغيير اللي عم بيصير بتونس. شو رأيكم؟ أنا بالنساء، بموضوع النساء والرجال، يعني هون أنا مع التغيير بغض النظر إذا نساء أو رجال. طبعاً أكيد بدعم أكيد. طبعاً يعني بس أكيد. إنه يعني موضوع النساء بالنسبة لي إنه نحن بنطالب دائماً إنه بعدم إنه الواحد يتعاطى بجندرية، فما بحب إنه نحن نحكي كمان بهالطريقة، ولكن أكيد مبروك، وأكيد إنه ضروري إنه يكون في عنا تغير بالوجوه، ودائماً يعني حس الشباب ونبض الشباب يكون موجود دائماً بيننا، لأنه عن جد بحاجة وطننا العربي لتغيير، وبحاجة لتغيير كتير كبير. وبس كنت قاعدة عم بطلع امبارح على بعض التقارير اللي قاعدة عم تحكي عن الثروات اللي موجودة بوطننا العربي، وهالوضع اللي احنا عم بنعيشه من فقر ومن بطالة ومن حياة كتير صعبة، فما بقى عنا حياة كريمة للأشخاص. بدنا تغيير لحتى نقدر نستغل كل شيء فينا، إن كان طاقات شبابية وإن كان حتى ثروات يعني مجتمعية وثروات بالبلد. طبعا طبعا. أنا رح وسع الكلام أكثر. أنا مبسوطة بالجو الديمقراطي أيا كان، لأنه في جو عام من الكبت ومن القمع لو فترة، إنه إحنا ما بنقدر نقول اللي عاوزين نقوله. ففي أي مكان في وطننا العربي بيقدر المواطنين إنهم يقولوا اللي عاوزين يقولوا فعلا، إنهم يختاروا لحياتهم، لأولادهم، لأوطانهم، شيء جدير بأنه إحنا نفرح به ونشجعه جدا. انتظر لسه الأكثر والأكثر والأكثر. دائما البدايات قد تكون متعثرة في بعض الأحيان، طبعا ولكن طبعا هي بداية. صحيح. يعني في ناس بتحب الإحباط، بتحب تحبط إنه حصل وحصل، لا ما حصل. الحصل الصورة العامة إنه في انتخابات، في ناس امبارح اللبنانيين كان كلهم فرحانين بعلامة الانتخاب، وكل واحد بيقول إنه هذا هو دوري في وطني اللي أنا عملته. ماذا سوف يبنى على ذلك؟ الأيام هي الجديرة بأنها تورينا، ولكن في الآخر كان في عرس ديمقراطي في أكثر من مكان في وطننا العربي إحنا بنشهده. وهذا الشيء اللي بيشجعنا أكثر، وأنه التغيير عم بيصير من المجتمعات المدنية. صحيح. من الأشخاص الأحرار من خارج السلطة. مشاهدينا، سننتقل لنرى بمطبخ صباح النور، وتحديدا مع الشيف بلقيس، ماذا ستحضر لنا اليوم؟ صباح النور شيف. صباح النور. كيفك؟ ماشي الحال. تمام. شو عنا اليوم؟ اليوم عنا وصفة الأرض شوكي محشية بالخضار بشمال، وحدا رز ابيض، وعنا حلاوه الجبن مع الكاستر. حلو كتير، يعني عنا طبق رئيسي وايضا طبق حلو. طبعا رح اكون معك باكثر من محطه ان شاء الله. شكرا راويه، شكرا لك شيف، وبالتاكيد نتابع تحضير الوصفات خلال الحلقه. ولا تنسوا مشاهدينا انه بامكانكم التواصل معنا ومتابعتنا على صفحات البرنامج على فيسبوك، تويتر، وانستغرام، والتي تظهر امامكم الان اسفل الشاشه، لتشاركونا أراءكم وأسئلتكم. أما الآن فإلى جديد الأخبار السياسية العربية والعالمية مع الزميلة رويدة بعيد مع الخبر. صباح النور.
صباح النور صباح النور مشاهدينا، واهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. اعلن وزير الداخليه اللبناني نهاد المشنوق ان نسبه المشاركه في الانتخابات النيابيه التي شهدتها البلاد امس الاحد بلغت 49.20%، مضيفا ان النتائج الرسميه ستعلن صباح اليوم الاثنين. وكشفت النتائج الاوليه غير الرسميه ان حزب الله المدعوم من ايران وحلفائه السياسيين يفترض ان يفوزوا باكثر من نصف المقاعد في اول انتخابات برلمانيه تجري في لبنان منذ 9 سنوات. واشارت النتائج غير الرسميه كذلك الى ان رئيس الوزراء سعد الحريري سيكون المرشح الاوفر حظا لتشكيل الحكومه المقبله رغم خسارته لمقاعد في مناطق عده. واجريت الانتخابات وفقا لنظام انتخابي جديد معقد اعاد رسم حدود الدوائر الانتخابيه ومثل تحولا من نظام الاكثريه الى نظام التصويت النسبي المعدل. تصدر حزب حركة النهضة نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في تونس متبوعا بحزب نداء تونس بحسب نتائج أولية غير رسمية، بينما بلغت نسبة المشاركة 33.7% بحسب مصادر رسمية. وقالت مصادر إعلامية أن النتائج الأولية تشير إلى حصول النهضة على 27% من الأصوات مقابل 22% لنداء تونس، بينما نقلت رويترز عن مسؤولين في حزب النهضة قولهم أن النتائج الأولية أظهرت فوز حزبهم في الانتخابات البلدية. واعتبر الناطق باسم حركة النهضة أن النتائج الأولية التي تظهر فوز الحزبين مهمة للانتقال الديمقراطي لأنها تعطي التوازن السياسي المطلوب. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نية بلاده شن عمليات عسكرية جديدة في المنطقة الحدودية مع سوريا. وقال أردوغان أمام آلاف من أنصاره في اسطنبول حيث أعلن برنامجه الانتخابي قبل اقتراع رئاسي وبرلماني مبكر الشهر المقبل إن الجنود الأتراك في أتم الجهوزية لتنفيذ أي هجوم داخل الأراضي السورية. من جهة أخرى كشف أردوغان أن بلاده لم تتنازل قط عن هدف انضمامها للاتحاد الأوروبي. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران أعدت خططا لمواجهة أي قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الاتفاق النووي مع طهران، مضيفا أن واشنطن ستندم على مثل هذا القرار. وأضاف روحاني أنه أصدر أوامره لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وللقطاع الاقتصادي لمواجهة المخططات الأمريكية ضد إيران. ويقول الرئيس الأمريكي إنه سيرفض تمديد تخفيف العقوبات الأمريكية عن طهران إذا لم يصحح الحلفاء الأوروبيون بحلول 12 مايو أيار المقبل هذا الشهر العيوب المروعة في الاتفاق الذي أبرمته طهران مع 6 دول كبرى. نجا وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال من محاولة اغتيال بعد إطلاق النار عليه في مسقط رأسه بإقليم بونجاب. وقالت وزارة الداخلية إن الوزير أصيب في يده وبطنه إلا أن حالته مستقرة، مشيرة إلى أنه تم القبض على مطلق النار دون أن تحدد الدوافع لأسباب قالت إنها أمنية. في المقابل أشارت مصادر محلية إلى أن المهاجم هو شاب ينتمي إلى حزب لبيك المتشدد، وهو ما يثير المخاوف من موجة عنف قبيل الانتخابات المتوقعة في أواخر يوليو تموز المقبل. وصلت عربة حربية للملك توت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير في الجيزة، وذلك بهدف عرضها في وقت لاحق من العام. ووسط حشرية الجماهير وصلت العربة التي جرى فصلها في صناديق وهي مصنوعة من خشب الأرز اللبناني، وقد استقدمت من المتحف الحربي بقلعة صلاح الدين، حيث كان هناك 6 عربات أخرى داخل الحجرة الأمامية لمقبرة الملك توت. هكذا سيتاح للزائرين أن يروا كل عربات الملك مجتمعة لأول مرة في المتحف المصري الكبير، حيث سيلاحظون أنها ليست كلها عربات حربية ولكن هناك عربات للمراسم وأخرى للصيد. يذكر أن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون تم عام 1922، ولا يزال هذا الفرعون ملك التشويق بامتياز، حيث تحظى مقتنيات مقبرته باهتمام عالمي منذ اكتشافها إلى اليوم نظرا للعثور عليها كاملة في وادي الملوك في الأقصر، أبرزها القناع الذهبي للملك الشاب. يعني الاسم الأبرز ما بين الملوك الفراعنة هو بالتأكيد توت عنخ آمون، نظرا كما ذكرت للإرث الكبير الذي وجدت له أكثر من 5500 قطعة سليمة تماما وكأنه لم تمر عليها كل هذه الآلاف من السنين. أيضا اهتمامه الكبير بالحلي وبالأشياء الجميلة وب
كل ما تفاصيل حياته جعل الاهتمام به عالي جدا، ربما هو يكون الأكبر حظا ما بين ملوك الفراعنة من حيث وجود أشياء تخبر عنه وعن قصته، لأنه باقي ملوك نهبت مقابرهم يعني. وهذا الملك كما قلنا ما زالت هناك الكثير من الأسرار حوله، لكن أنا سعيدة جدا أنه كنت محظوظة أن زرت المتحف المصري في الطابق العلوي اللي كان طبعا أغلب مقتنياته لتوت عنخ آمون، وأيضا يعني مقبرته في وادي الملوك. ولكن الغريب سارة أنه توفي وهو صغير يعني، ولذلك ربما دفن على عجل، ولهذا السبب يعني تم اكتشاف مقبرته في وقت لاحق ولم يكتشفها اللصوص. لكن الغريب أنه 18 ولديه كل هذه المقتنيات، فما بالك بالملوك الذين عمروا طويلا يعني. بالتأكيد. ولكن توت عنخ آمون مما يحكى عنه أنه هو كان عنده اهتمام خاص بالحلي، حتى مؤخرا قرأت في خبر أنه تم إعادة تكوين صورته بثلاثية الأبعاد، وكانت ربما صادمة للبعض يعني، بعض كانوا يعتقدون أنه هو جدا جميل وهكذا، ولكن الصورة أظهرت فيه بعض العيوب مما عكس اهتمامه جدا عالي كان بتجميل كل ما هو حوله. يبقى توت عنخ آمون وتبقى كل الحضارة الفرعونية هي محط اهتمام كبير جدا كل المهتمين بالتاريخ والباحثين عنه. صحيح. نحن لازم نروح أنا وياك نزور المتحف الجديد. لازم. إلى عناوين الصحف مشاهدينا، ونبدأ الجولة بالدستور الأردنية، وفيها شهيدان برصاص الاحتلال جنوب غزة ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى. وننتقل إلى اللواء اللبنانية التي تابعت عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية وعنونت الطوائف تنتخب نوابها وبيروت الثانية لغز السادس من أيار. إلى صحيفة القدس العربي التي عنونت حول التطورات في سوريا وقالت مقتل أكثر من 70 جنديا للنظام السوري خلال يومين في حلب والسويداء وريف دمشق. المدى العراقية تابعت التحضيرات للانتخابات البرلمانية وقالت محاولات لمشاركة الحشد في التصويت الخاص وتزوير النتائج في نينوى. من الجزائر أيضا اخترنا لكم صحيفة الخبر، وفي عناوينها أشرف على مناورات طوفان 2018 الأولى من نوعها رسائل فايد صالح للمغرب. وجريدة الكويتية عنونت عن الفساد أو محاربة الفساد الداخلي في الكويت وقالت السجن 22 عاما لمختلسي الموانئ. السجن 82 لمختلسي الموانئ. ونختم جولتنا مع صحيفة العربي الجديد في أبرز عناوينها الاحتلال الإماراتي الحكومة اليمنية تستنجد بالمجتمع الدولي. وفي العناوين أيضا انتخابات لبنان لا حماسة شعبية. وفي صورة الغلاف أوروبا سوريون تلاحقهم كراهية النظام. زاوية الحدث مشاركة أبوظبي والبحرين في سباق القدس تكريس للتهويد. أما كاريكاتور اليوم بعنوان اليمن والتدخلات الخارجية للفنان عماد حجاج. هذا كان أبرز ما جاء في عناوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. لنا وقفات سياسية أخرى هذا اليوم، كونوا معنا. أما الآن فعودة إلى الزملاء. شكرا لك رويدة، ونلقاك على رأس الساعة. مشاهدينا سننتقل الآن إلى مدينة أريحة لنتعرف معا على قصر هشام الأثري الذي يعتبر من أهم المعالم السياحية في فلسطين، فإلى هناك. قصر هشام أحد القصور اللي بتعود للفترة الأموية المبكرة. هو سمي قصر هشام نسبة لقطعة فخار وجدت أثناء الحفريات الأثرية اللي هي مكتوب عليها لعبد الله هشام، لكن هو أثريا وتاريخيا على الأغلب يعود لفترة الوليد الثاني. هذا القصر الجميل بني بسنة 743 للميلاد، وللأسف يعني ما انتهوا من بناء إلا وأصاب فلسطين زلزال، طبعا أصاب أريحة وأدى لتهدم هذا القصر الجميل ومعالمه.
القصر هذا تم فيه عدد من أعمال الترميم والتأهيل خاصة بالفترة الأردنية، اللي تلاقي معظم أجزاء القصر تم إعادة بنائها وخاصة الأسوار والأعمدة، وقامت وزارة السياحة والآثار بأعمال ترميم وعدد من المشاريع الكبيرة. وحاليا بهذه الفترة يتم بدء تنفيذ أكبر مشروع ما يتعلق بالتراث ثقافة فلسطين، وهو تغطية منطقة الحمام الكبير اللي هي هذه المنطقة اللي بتقع فيها أرضية الفسيفساء. بعد نهاية هذا المشروع رح نتمكن من كشف أرضية الفسيفساء لكل الناس العامة حتى يتمكنوا من زيارتها. احنا لما كشفنا أرضية الفسيفساء لغاية أعمال التقييم والترميم اللي قمنا فيها العام الماضي، شهد نسبة الزوار زيادة بنسبة 9 أضعاف، يزور سنويا ما لا يقل عن 100,000 زائر، وأيضا يزور معظم الرحلات المدرسية أيضا. تقرير كتير حلو هيك ضوى على أنه قدي قصر هشام هو واحد من أهم الأثرات اللي موجودة بالعالم، وطبعا معروف أنه كان بيحتوي على أبنية، كان بيحتوي حتى على مسارح، ولكن هالمنطقة من يعني منذ القدم أنه صابها زلزال، ولكن الغريب بالأمر أنه بقي فيها فسيفساء مثل ما هي يعني على حالها، وعم بيقولوا عم بيعزوا هالأمر نتيجة أنه الزلزال اللي صار أنه صاب الفسيفساء فقط ببعض الأتربة، يعني ما كانت الأمور أنه مدمرة لإلها. وطبعا معروف بالنجمة السداسية اللي موجود فيه، وهي النجمة السداسية أو الثمانية معروفة دائما من العصر الإسلامي. صحيح. دائما معروف يعني أنه العصر الإسلامي بالنجمة السداسية أو الثمانية. فتقرير جميل جدا، أنا كان عندي زيارة لقصر هشام من زمان، لهيك أنه متحمسة كتير كنت وأنا عم بحكي. بتتذكريها يعني؟ أكيد. بتتذكر إشي كتير؟ أكيد. ولا ذاكرتك يعني، كلمينا عن ذاكرتك شوي. ولا بتنسي سارة؟ مش رح أرد أنا. نسيتي؟ نسيت. راوية بتتذكري أو بتنسي دائما؟ يعني أنا مؤخرا صرت عم أنسى شوي، يعني طبيعي على ممكن كثرة الأمور اللي عم بنعيشها وعلى الضغوطات اللي عم بنعيشها، أحيانا بننسى. أكيد أكيد. وبتلاقي نفسك إنه بتنسي تفاصيل صغيرة ومهمة، يعني بتستغرب إنه أنا كيف نسيتها، كيف نسيتها، بتحاولي تتذكريها. بتعرفي إنه مشكلة من مشاكل العصر اللي إحنا فيه الآن النسيان الكثير وكثرة النسيان. صحيح. يعني مشكلة مشتركة بين الكل. نعم. بعتقد إنه من وراء كمان وسائل التواصل الاجتماعي قد إيه صارت تغزو حياتنا، وقد إيه صار عقلنا دائما مركز بأشياء تانية. يعني حنتكلم عنها في الفقرة الجاية، ومتأكدة أن احنا كلنا حنستفيد منها. مشاهدينا، هي قدرة الدماغ على حفظ واستعادة المعلومات، هي الدليل القاطع أننا لازلنا نذكر ونتذكر، ولكن مع النمط الحياتي المتسارع والضغوطات التي ترافقنا أصبحت الذاكرة في موضع شك إذا جاز التعبير. فكيف يمكن تحفيزها وتقويتها عبر نظام غذائي مناسب؟ كل التفاصيل مع اختصاصية التغذية سالي صوايا في رشة صحة. اليوم تمام. الذاكره ومشاكلها، انه دائما بنلاقي نفسنا ناسيين تفاصيل مش مفروض ان احنا ننساها. صحيح. قبل ما اكيد حنتكلم في تخصصك اللي هو التغذيه، وهل لها علاقه بتقويه الذاكره ام لا، ولكن قبلها اخبرينا، هل في نصائح عامه لتقويه الذاكره مرت عليك؟ اي طبعا. نحن اكيد الذاكره كثير بتتاثر بالعامل الوراثي بالاول، بس طبعا في الاسلوب الحياه وفي عوامل بيئيه بتاثر على الذاكره.
منها أكيد ممارسة الرياضة، لأن الرياضة تبين الدراسات أنه بتساهم بتحسين الأداء الذهني وبنفس الوقت بتحسين الذاكرة. في عنا النوم، أكيد قلة النوم بتأثر سلبا على الذاكرة. في كمان أشياء كتير بتساعد، مثلا إذا واحد عمل أشياء أنتي ستريس، يعني مثلا غير الرياضة فيك تعمل مديتيشن، لأن بين أنه التأمل والاسترخاء كتير بيساعد على تحفيز الذاكرة. وبنفس الوقت التدخين، عدم التدخين كمان عامل إيجابي بيخلي الذاكرة تصير أحسن وأحسن. سو في عدة عوامل. سو الأسلوب الحياتي، الرياضة كتير كتير أساسية، وأكيد النظام الغذائي السليم قد ايه بيساعد بتحفيز الذاكرة، لأنه بيساهم إذا بدك الدورة الدموية نحو الدماغ بتصير أحسن وأقوى. مشان هيك نحن بدنا مأكولات أو نظام غذائي يحسن هالدورة الدموية نحو الدماغ، سو الذاكرة تبعتنا بتتحسن. بالطبع. عارفة سالي، عجبتني كمية النوم ونوعيته، بتوقع أهم وحدة أهم شيء النوم. هنجي للأكل ودور الغذاء في تحسين الذاكرة إذا وجد، هل فعلا أنه الغذاء له دور في تحسين الذاكرة؟ طبعا طبعا. هلا قبل ما فوت عدة مأكولات حب أحكي شوي عن الميديترينيان دايت أو النظام الغذائي المخصص لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. هيدا الميديترينيان دايت بيّن الدراسات أنه بيساهم بتحسين الذاكرة، الأداء الفكري، بالتخفيف من نسبة الإصابة بالألزايمرز. وأكيد نحن منعرف أنه الميديترينيان دايت بتميز بالحبوب الكاملة، كتير في خضرة، كتير في فاكهة، في بقوليات، يعني اللي إحنا مسميهم الحبوب مثل فول وحمص وعدس فاصوليا، سمك، زيت الزيتون، المكسرات والبذور. طيب معلش، احنا ما المادة التي نبحث عنها؟ يعني لما بنقول الأغذية أكيد احنا بنفتش بعدين على مادة وبنشوف الأغذية الغنية بهذه المواد. صحيح. هلا أنا عم بحكي عن نظام الغذاء المتكامل اللي هو النظام هيدا، بعدين بنفوت على كل هاي. سو بس بدي الفت نظر انه هو هيدا النظام هو قليل بالأطعمة المصنعة وباللحوم الحمراء، يعني كل شيء أطعمة مصنعة وحلويات ولحوم حمراء قليلة بهيدا النظام، بس هي غنية بالأطعمة المفيدة للذاكرة. هلا فينا نفوت على كل فئة. إذا بدي كل مثل ما قلنا عن الخضار والفاكهة، خاصة الخضرة اللي هي خضرة ورقية خضرة، هون عم بحكي عن السبانخ، عم نحكي عن الركة، الجرجير، عن البقدونس، عن الملفوف، وإذا بدك عائلة الملفوف مثل البروكولي والأرنبيط قد كتير مفيدين، لأنه فيهم كوكتيل إذا بدك من المضادات الأكسدة، من الفيتامينات المعادن، كله بيساهم بتحفيز عمل الذاكرة. بقى هون أنا بعطي تب صغيرة، مثلا يكون إحدى السلطات الموجودة على الغداء أو على العشاء يكون فيها الخضرة الورقية الخضرة مثل بيبي سبينتش. هلأ الكيل أخذ كتير ضجة كبيرة وعن جد مفيد، أو سبانخ وجرجير وغيرها. سو يكون بالسلطة غنية كتير بال الورق الأخضر إذا بدك. جميل. هذه واحدة منها. نعم. أيضاً. أيضاً عنا الحبوب، أكيد إن الحبوب الكاملة كمان بتساعد، بس الأحلى منها بدي أحكي شوي عن نوع فواكه كتير أساسي اللي هو نوع التوت. يعني كل شيء بارز، التوت الأسود، التوت الأحمر، الفريز، عنا الكرز، كل شيء أنواع التوت، البلوبريز بالأخص كمان كتير ارتبطت الدراسات بالبلوبريز وغيرها من أنواع التوت بعمل الذاكرة وتحفيز أداء الذهني عند الناس. بقى هون الأنتي أوكسيدنت، إحنا عم نحكي عن أنتي أوكسيدنت معين اسمه أنثوساينين، وفي غيرها من مضادات الأكسدة اللي كتير بتساهم بحماية هالخلايا الدماغ من التأكسد ومن الضرر، ومشان هيك بتساهم بتحسين الذاكرة. هون بكل بساطة فينا نحط شوية باريز مثل هيدا التوت البلو باريز كتير أساسي، فينا نرشه مثلا على رقائق الحبوب الكاملة مع اللبن قليل الدسم أو الحليب، أو فينا كمان ناخده أز سناك، ناخد كمشة صغيرة ونقدر هيك سناك بين الوجبات يكون مكون من التوت. صح. وفي ناس عارفة، في فكرة جدا عجبتنا أنه بيجمدوه. نعم. وبيتناولوه، بيكون وجبة خفيفة ما بين المثلجات وما بين أنه حاجة حلوة يعني خفيفة، وفي نفس الوقت خالية من أي عناصر غذائية ضارة، وبتطلع كتير طيبة وقلية السعرات الحرارية فعلا فقيرة تقريبا. صح. تعتبر. صح. طيب نجي للحوم البيضاء. أنت قلتي أنه النظام الغذائي لا حوض البحر الأبيض المتوسط أو الشرق الأوسط هو ما في لحوم حمراء.
صح. إذا إحنا بنركز على اللحوم البيضاء 100% خاصة السمك. هون السمك ونحن السمك نعرف إنه هو كتير صحي وقليل دهون، بس أنا بدي أحكي عن السمك اللي هو فيه الأوميغا 3 فاتس أو دهون الأوميغا 3 اللي هي كتير أساسية وكتير بينت الدراسات إنه بتخفف الناس اللي بيأكلوا كتير سالمون أو أسماك غنية بالدهون مثل سمك السردين والسالمون، كمان بخفف من مرض الألزهايمر، نسبة التعرض لمرض الألزهايمر، وبتحفز عمل الذاكرة. أكيد السالمون هو نمبر 1 فيه دهون الدي اتش اي، وهو لانه بتعرف الدهون بالدماغ نسبه كبيره منهم او اكبر نسبه من الدهون بالدماغ هي نسبه الدهون الاوميجا 3. سو نحن اذا اغنينا نظامنا الغذائي واذا زادت نسبه الدي اتش اي بالدم سو بزيد بالدماغ وعمل الدماغ بيكون افضل. هون نحن كثير بننصح انه الناس انه ياكلوا على القليله مرتين بالاسبوع سمك غني بالاوميجا 3 مثل السالمون، على القليله لكن مرتين بالاسبوع. بس كمان بننتبه على طريقة الطبخ، تكون أكيد شوي، تكون طبخ بالفرن، عرفت كيف، ما يكون شيء قلي، لأنه نحن بناخد هالفوائد كلها وقت يكون السمك مقدم بطريقة صحية. حلو. سالي، تكلمنا عن الوجبات الخفيفة وذكرنا مثال التوت. نعم. ولكن هناك رقم واحد الوجبة الخفيفة المحبوبة لدى الجميع وهي المكسرات. صحيح. هل لها دور أيضا في تحسين الذاكرة ربما؟ أكيد لها دور. هون بدي بلش بالجوز لأنه كمان هو مصدر للأوميجا 3. إذا الناس ما كتير بتحب السمك فيها تستبدل بالجوز. جوز مصدر رائع من الأوميجا 3. إذا كمان ويسناكت على كمشة صغيرة من الجوز بنحصل على الدهون الأساسية لصحة الدماغ ولصحة الذاكرة. وفينا بس بكل بساطة نحطه كمان على السلطة أو كمان على الترويقة تبعنا مثل ما ذكرت مع التوت. هلأ الجوز مثل ما قلنا مصدر أوميجا 3، بس في كمان غير مكسرات مثل اللوز وغير الكاجو، كله بس عم نحكي مكسرات نية وغير مملحة. كمان تلعب دور أساسي لأن فيها أحماض الدهنية الأساسية وغنية بالفيتامين إي اللي كمان تبين أنه له دور بصحة الدماغ. سو كمشة مكسرات، توت، وفينا هون نشمل شوي من الشوكولا السوداء. أنا كنت حسأل يعني إيه؟ ليه الحاجات الطيبة ما موجودة إذا الشوكولا موجودة؟ إيه موجود الشوكولا الأسود. شوكولا أسود لأنه فيه مضادات الأكسدة اللي كمان رائعة على صحة الخلية الجسم والدماغ. سوري. بقى كمان ننتبه على الكمية ما تتعدى 25 ل 30 جرام اللي هو تقريبا إذا كان اللوح 100 جرام رو منه هو تقريبا 25 جرام هو بيعطينا بمدنا بمضادات الأكسدة الأساسية لخلايا الجسم. إذن النظام الغذائي المتوازن والصحي، الزيوت يعني ربما كمان زيت الزيتون في في هذه المنطقة يتم استعماله بصورة عالية وكمان هو مفيد جدا لصحة الذاكرة وصحة الجسم بشكل عام. وأكيد الحلو نحن بنحطه على السلطات. وأنا بدي أحكي عن البندورة اللي بنحطها على السلطة موجودة بالصورة، لأن كمان دراسات بيانت أنه اللي بياخد بندورة لأنه فيها صباغ اسمه اللايكوبين هو كتير كتير مفيد لصحة الدماغ. فيه كل العناصر الغذائية الأساسية. إذا منزيده مع قلتي زيت الزيتون كتير منيح لأنه بيطلع فوائد اللايكوبين وفينا نمتصه أكتر بالجسم. سو مثل ما حضرتك قلت شي نظام متكامل وبيرتكز على البلانت فودز والأسماك كتير بيساعد. اختصاصية التغذية سالي صواي، شكرا جزيلا على كل هذه النصائح، وأكيد حنتذكرها ما حننساها إن شاء الله. مشاهدينا فاصل أول نعود بعده لنستكمل صباح النور ونطل من العاصمة القطرية الدوحة، فانتظرونا. صباح النور مشاهدينا وصباح النور راوية. بدنا نحكي على موضوع هلا انه من البديهي دائما لإلنا جميعا معرفة أهمية غسل اليدين لقضاء او للقضاء على الجراثيم والفيروسات التي تتراكم على أيدينا، ولكن للأسف قد لا يعرف معظمنا أي خطر يتربص بنا إذا أغفلنا هذا الموضوع. صحيح هبة، من هنا لابد من الإضاءة والتوعية أكثر فأكثر في هذا المجال، ومن هنا كانت حملة الأيادي النظيفة تنقذ الحياة. ونستضيف معنا مباشرة من الدوحة الاستشاري في طب الجراثيم الدكتور ناصر الأنصاري من الدوحة من جديد لنتكلم عن هذه الحملة. صباح النور دكتور ناصر وأهلا بك. يعني بالبداية فلنتحدث عن هذه الحملة أكثر وأكثر. مرحبا بكم. الحملة هذه هي حملة عالمية، كل سنة 5 مايو يكون يوم للتذكير والتوعية في أهمية غسل اليدين. والحملة بدأتها منظمة الصحة العالمية
في 2009، واختاروا خمسة على أساس أن هي في خمس أوقات في المستشفيات المفروض العاملين في المستشفى سواء أطباء أو نرسات يستخدمون غسيل الإيدين. بس طبعا هي غسيل الإيدين لها يعني أهمية داخل المستشفيات وخارج المستشفيات مثل ما احنا نعرف، لأنها تخفف من الأمراض المعدية، خاصة الأمراض للجهاز الهضمي من الإسهال والجهاز التنفسي أيضا. وكذلك في أبحاث قريبة أثبتت أنها للأطفال تساعد في نموهم بطريقة أسرع من ناحية الفكرية من ناحية الذكاء، هم تقريبا 6 شهور يسبقون غيرهم إذا كانوا العائلة دائما يعلمونهم كيف يغسلون يدهم واهتمامهم بالنظافة. نعم دكتور ناصر، يعتقدون السبب عدة أشياء، يعني واحد من الأشياء تفضل. لا كنت حابة أحكي أنه 90% من الأمراض بتسببها الميكروبات عبر الأيادي، هل هذا صحيح؟ هل المعلومة صحيحة؟ نعم تقريبا هي يعني العدوى عن طريق من يعني الجراثيم سواء بكتيريا أو فيروسات تنتقل للإنسان بعدة طرق، منها مثلا التنفس، الأكل عن طريق بعض الحشرات مثل البعوض، الجهاز التناسلي، ولكن عن طريق الإيد بعد. وعن طريق الإيد خاصة في المستشفيات هو أهم طريقة وأكثر طريقة تنتشر فيها العدوى من مريض لمريض. نعم نعم، يعني قد نعتبر ومعروف بأنه المستشفى هو أكثر الأمكنة أمانا وتقل فيه الفيروسات، ولكن لماذا يعني أقامتم هذه الحملة لتقولوا ماذا؟ لتقولوا بأن المستشفى فيه الكثير من الجراثيم، وكيف ذلك؟ أخبرنا عن طريقة انتقالها. هي المشكلة في المستشفيات عموما، يعني كل المستشفيات هي مؤسسات يستخدم فيها المضادات الحيوية أكثر من برا، يعني خارج المستشفى يعني في المجتمع، ولذلك هذا تعطي فرصة للجراثيم القوية اللي تستحمل المضادات الحيوية وتكون مقاومة أنها هي اللي تعيش، هي اللي تصبر، هي اللي ما تقتل عن طريق المضادات الحيوية العادية. فهني تبدأ مشكلة. المشكلة الثانية اللي نسميه مكافحة العدوى، لازم يكون عندنا يعني سياسات على أساس أن نمنع الموضوع هذا، الجراثيم هذه القوية خلينا نقول أو عندها مقاومة شديدة أنها تنتقل من مريض لمريض. مثل ما قلنا أكثر الطرق اللي تنتقل هي عن طريق أيدي العاملين في المستشفى سواء أطباء أو نرسات وكذا، لأن هي بس تكفي أن الطبيب أو الممرضة تنسى مرة واحدة أن تغسل إيدها وكانت متعاملة مع مريض قبل عنده هذه الفيروسات والبكتيريا فتنقلها للمريض الثاني بكل سهولة حتى لو مرة واحدة وهي يعني مغاسلين أكثر من مرة. فبالنسبة للمستشفيات هاي شيء يعني مهم جدا، مع أنه شكله بسيط ولكن هو أهم شيء في مكافحة العدوى داخل المستشفيات، هو أن يخلون يعني يهتمون بغسل الإيدين دائما وباستمرار سواء بالماء والصابون أو بالطريقة المواد الكحولية. نعم طيب، كثيرة هي أنواع الصابون والمعقمات الموجودة في الأسواق، بداية هل من فرق بين الصابون العادي والصابون السائل؟ الصابون العادي الصلب أو الصابون السائل ما في فرق كبير بيهم، ولكن يعني في الناس شوي ممكن تشمئز من تستعمل الصابون الصلب في الأماكن العامة اللي فيها ناس كثرة تروح وترجع، ولذلك يعني الأفضل إن يستخدمون الصابون السائل في هذا، لكن ما في يعني فرق علمي بينهم، هي بس نوع من الاشمئزاز يصير. في الصوابين الثانية اللي يضيفون لها مواد كيميائية ويقولون الشركات ان هذه
تخفف من الأمراض بطريقة أحسن من الصابون العادي. وهاي وفي إدارة في أمريكا يسمونها إدارة الدواء والغذاء هي المسؤولة عن تراخيص أشياء كثيرة منها الأدوية تطعيمات ومراقبة الأكل وكذا. هي طلبت من الشركات هذه تثبت بالأبحاث أن فعلا صوابينهم اللي فيها هذه المواد الكيماوية اللي قاتل الجراثيم تكون أحسن من الصابون العادي. وما طبعا ما قدروا يقدمون هالأوراق. نعم. ولذلك هي غصبتهم أن يسحبون الطلب هذا من الأسواق. نعم. طيب دكتور، هل المعقمات والمطهرات الموجودة في الأماكن العامة كافية برأيك لإزالة هذه الجراثيم؟ هي يعتمد إذا كان إيد الشخص، يعني هو أول مثلا ما يدخل المستشفى أو أي مكان وغسل مع إيده مع الماء والصابون، من بعدها يقدر يستخدم المعقمات ومفيدة جدا في الوقت. المعقمات ما راح تكون مفيدة إذا كان الإيد مثلا متسخة، سواء مثلا إذا حد اشتغل مثلا في الحديقة أو في زيوت على إيده أو حتى دم والآخرة. ليش؟ لأن الجراثيم تتخبى بين هذه المواد الصلبة والسائلة، ما يعني الكحول ما يوصل لها، وذلك هي ما تنفع إلا مع الإيد اللي شكلها نظيف. نعم. والزين فيها إن تتبخر المواد الكحولية تتبخر بسرعة، فترجع يعني مثلًا الدهون الطبيعية اللي على الإيد موجودة، فتخفف من مشكلة نشفان الإيد يعني من كثرة استخدام الماء والصابون المتكرر. في ناس يشتكون إيدهم تصير ناشفة. نعم دكتور، يعني وكأنه من كلامك هيك، يعني لما كنت عم تحكي عن الفرق بين الصابون السائل والصابون الصلب، وعم تحكي عن أيضا الصابون اللي بيقوم بقتل البكتيريا واللي بنشوف له رعايات كتير على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى عبر التلفاز، بنلاقي دايما أنه بيقتلوا 99.99 من البكتيريا المسببة للأمراض. ما بعرف بدك يعني تشرح لنا الفكرة أنه ما في فرق بين هذا الصابون والصابون الثاني العادي، لأنه هالصابون لما بنروح نشتريه كمان حتى سعره كتير أغلى من الصابون العادي. صحيح، ما هذا يعني مثل ما يقولون كليمز، هي بس الشركات وتحط الدعايات. هاي المواد اللي يحطونها هي فعلا انتي بكتيريا، يعني ضد البكتيريا، ولكن ما لها قيمه اضافيه خلينا نقول مقارنه بالصابون العادي. وهذا الاف دي اي اللي في امريكا، اداره الغذاء والدواء، هي اللي طلبت منهم اثبتوا لي ان فعلا الامراض الوبائية أو الأمراض المعدية تقل في الناس اللي يستخدمون صوابينكم مقارنة بالصابون العادي. وطبعا ما قدروا يقدمون هالأدلة، فما في يعني عمليا أي فائدة منها. الصابون هو أساسا يزيل يعني أنواع البكتيريا والفيروسات، فما في فائدة إضافية إذا حطوا يعني مواد كيميائية تقتل الجراثيم أيضا، لأن هي أهم شيء إزالتها. نقطة مهمة أنتوا من السؤال اللي قبل، أن الناس اللي عندهم إسهال مثلا، الكحول المواد السائلة هذه الكحول ما تنفع معهم، الصابون والماء هو الأحسن. نعم. يعني لأن في أنواع من البكتيريا تتحوصل. نعم تفضل أكمل لو سمحت. وهذه الانواع اللي يسمونها سبورز، يسمونها كلستريديوم ديفيسيل مثلا، تتحصل، ولذلك هي صعب قتلها بكل تقريبا المواد الكيميائيه هذه، بينما الماء والصابون يزيلها، فلذلك الماء والصابون هو الافضل. يعني يعني نتمنى من المشاهدين انه يكونوا استفادوا من كل هذه النصائح، ونتمنى تعميم هذه يعني المبادرة التي قمتم بها لنشر التوعية بعالمنا العربي. الاستشاري في طب الجراثيم الدكتور ناصر الأنصاري كنت معنا مباشرة من الدوحة. شكرا لكم، شكرا للمستمعين. شكرا لك.
يعني هبة من هذا حسيت الموضوع. حسيت أنه كانت مهمة كتير المعلومة. نعم. لأنه عن جد بنتكلف كتير لما نجيب أنواع معينة من الصابون اللي بيقتل 99.99. تحسي حالك تدفعي مرات 3 أضعاف سعر الصابون العادي. صحيح. وأنت كأم قديه بتعلمي أطفالك من الصغر يهتموا بنظافة إيديهم ودائما استعمال الصابون؟ هلأ يمكن أنا مش كتير مقياس لأنه أنا يمكن بروح للوسوسة بهذا الموضوع وهذا شيء مش كتير منيح. ولكن أنه دائما أنه مهم جدا طبعا تعليم الأطفال وتعليم الأطفال من غير تخويفهم. نعم. لأنه أنا يمكن كنت بروح لهالدرجة أنه في فيروسز وأنه هاي وأنه إذا ما غسلت إيديك بنمرض. فبصير أنه حرام بخاف كتير. فلا هو ضروري دائما أنه تعليم الأطفال على غسل الإيدين خاصة لما يرجعوا من المدرسة. طبعا. لأنه المدارس دائما بتكون محل خصب يعني لكل الجراثيم. صحيح. مشاهدينا سنذهب وإياكم إلى مطبخ صباح النور وتحديدا مع الشيف بلقيس وولا أشا. صباح النور من مطبخ صباح النور معكم بلقيس. اليوم بدي أحضر لكم وصفتين، كل وصفة من هالوصفتين فيها مراحل يعني 3 أو 4 مراحل. منبلش بالوصفة الأولى اللي هي الأرض شوكة. هلأ موسم لكل البلدان يلي عندهم فصول 4، يعني بيطلع عندهم منتوجات زراعية على كذا فصل. نحن عنا بلبنان هلأ موسم الأرض شوكة. الأرض شوكة بتكون نبتة بتطلع من الأرض مش شجرة يعني، فبيكون فيها شوك وورق كتيرة بتتنظف من كعبة. وقتها ننظفها لازم نحطها بمي وملح وحامض لتضل لونها أبيض. هون أنا سلق الأرض شوكة كرمال الوقت. رح صف حبات الأرض شوكة بهيدا الشكل بالصينية. رح نقلي البصل الأخضر مع الفليفلة مع الخضار يلي هلأ بتشوفون على الشاشة من بازيلا ومن جزر ومن درة. رح نقليهم بشوية زيت زيتون، أنا بحب أشتغل بزيت الزيتون، كسرته بنطفة زيت نباتي كرمال ما يحترق زيت الزيتون. رح ناخد البصل الأخضر نقليه مثل ما قلنا بزيت الزيتون، ورح نفرم كمان الفليفلة معها وباقي الخضار نحنا تقريبا سلقتهم ومجهزتهم. على جنب حطيت طنجرة فيها شوية حليب كرمال قلتلكن انه هيدي الوصفة اسمها أرض شوكة محشية بالخضار والبشاميل حدى الأرز الأبيض. فالبشاميل بدها تتحضر بطنجرة عبارة عن لتر من الحليب عم سخنهم، بدوب شوية حليب بارد النشا والبهارات اللي بدي ضيفها على الحليب، برجع بضيفها على الحليب السخن، بحركهم منيح بيشدوا. لما يشدوا بحطهم فوق الأرض الشوكة اللي بدي أحشيها. رح ضيف الخضار مثل ما قلت لكم، شو ما بتحبوا خضار بقلب وصفتكم فيكم تحطوا. أنا حطيت بازيلا، جزر، شوية فاصوليا، فليفلة وبصل أخضر. هلا بخبركم هاي الطنجرة اللي حطيتها. هون عندي الحليب يلي سخنته، رح دوب معه ملعقتين من النشا بحليب بارد، لأنه دايما النشا لازم ندوبه بحليب بارد وبضيفه على الحليب السخن. هون عم بعمل بشاميل. أوكي، حطينا النشا بالحليب البارد المسقع كرمال يدوب النشا، ما بيدوب ابدا بالحليب السخن بكبت اللي بيعمل حبيبات. فاول ما بلشنا سخن الحليب حطينا الحليب البارد مع النشا المدوبه، يعني دوبتهم مع بعض، بحركهم شوي ليشدوا. هون تقلت التقلاية الخلطه، رح ضيف عليها اللحم المفروم المقلي، رح نكه بالملح
رشة ملح، فينا هيك نبحبحهم للملحات نزيدهم شوي، لأنه ما ننسى إنه البشاميل حلو. رح نحط قرفة بهار. أوكي، هلا حنبلش نحشي حبات البشاميل، حبات الأرض شوكة، لنرجع نغرقها بالبشاميل. هلا الأرض شوكة مثل ما قلت لكم هي نبتة بيكون فيها كتير وراق مشوكين، منشيلهم منحاول ناخد الكعب. هيدا الكعب أول ما مننطفه منحطه بجاط في بقلبه مي وملح وحامض لتضل محافظة على لونه الأبيض. فينا نعبيهم بعلب ونحطهم بالتلاجة ونخزنهم مواسم، وفينا لما بدنا نستعملهم كل ما بدنا نستعمل منسلقهم. في ناس بعد السلق بتقليهم، نحن بدنا نبعد عن القلي. أنا بس سلقتهم وجهزتهم، هلأ رح ضيف فوقهم البشاميل وندخلهم على الفرن ونقدم معهم الأرز الأبيض. شف في السوق بنلاقي الأرض الشوكي موجود محفوظ ومعلب، هل ممكن استخدامه لهذه الوصفة في حال أنه كان في دول مش متواجد فيها؟ أكيد الأرض الشوكي فينا نلاقيهم بمراتبين صح، معلبين بستعملهم كتير للسلطة، وفينا نلاقيهم بكاس مجلدة هودي الكعاب اللي بيكونوا الكبار أكيد، وبيكونوا كتير طيبين وما بتفرق. بس نحن منقول وقتها بيكون في موسم دايما نستفيد من التعزق، نستفيد من الموسم. هلأ البشاميل عندي بلشت تشد، فينا شوي نحن نعمل شغلة حلوة إنه نحط قطع من الجبنة على الوجه شوي، هيك بتعطيها نكهة طيبة طبعا. اوكي هلا بعد ما بدي احط الجبنه ورش عليهم البقدونس بهيدا الشكل، رح نحضر الارز الابيض اللي عباره عن زيت او زبده او سمنه. حدوب معه مكعب على نكهه الخضار لانه وصفتي فيها خضار. حضيف كوبين من الارز البسمتي واربع اكواب من المي. بنطر الرز لحتى يغلي، بخفف تحته وبغطيه، بيتقدم أرز أبيض مع هيدي الوصفة اللي كتير طيبة، ممكن تكون من الأطباق الجديدة الشهية اللي بتقدروا تعملها الست البيت بشهر رمضان. خاصة هلأ على طول بيسألونا شو الأطباق الجديدة بشهر رمضان، كيف بدنا نغير بسفرتنا. فدايما إن شاء الله من خلال مطبخ صباح النور بنقدر نعطيكم أفكار حلوة. يعني شايف أنا كست بيت في سؤال دايما بحب أسأل، ست بيت يا راوية؟ أنا ما حكيت. شيف دائما في سؤال بنسأله كست بيت وعاملة، طيب خليها إنه في أطباق ممكن نجهزها نص تجهيز ونرجع بعدين نعمل الخطوات الأخيرة. في طبقنا لليوم بتفتكري إنه نخلي البشاميل ليوم الطهو أو بنعمل بشاميل وبنكفله بنحطها في البراد لليوم اللي حنجهزه؟ أنا دائما بفضل بالبشاميل لأنه بيكبتل يعني بيجمد، فلا هو كتير سهل يعني شفنا كيف، بس صح. هي مجرد منحركه خمس دقايق بتصير في هيك. جهزهم بقلب علب، نغطيهم، نحفظهم كتير منيح، نحطهم بالتلاجة. بس فكرة حفظ الطعام من جمعة لجمعة أو من خاصة نحن بنشتغل ممكن نعمل ست طبخات ونحطها، إنها تكون الفريزر ما تنفتح كتير. يعني ما نقدر نسحب على درجة برودة بحرارة والبرودة تضل موجودة فيها، هيك ممكن تخدمك شهر يعني. هون البشاميل صار جاهز، رح نغطيها بالبشاميل، رح دخلها على الفرن، رح جهز الرز الابيض اللي خبرتكم عنه. نرجع نشوف. شكرا شيف، وبالتاكيد راجعين نشوف طريقه تحضير الاطباق الباقي عندنا حلو كمان. عندنا حلاوه. انا محمسه له. اما الان مشاهدينا فالى خبر اليوم، وخبر اليوم مع هبه. اليوم خبري لكم من اليمن. يعني هالبلد اللي للأسف عم بمسقه الحرب، ولكن دائما بنلاقي فيه أمل أيضا بوسط هيدا الدمار اللي عم نشوفه. بدنا نحكي عن
شاب بعد أو طفل يعني ربما بعد أن كان يجلس إلى جانب أخيه الأكبر وهو يصلح المصابيح الكهربائية في البيت، نقل الطالب اليمني أحمد المعمري مهاراته إلى مستوى أعلى بعد تخلي أخيه عن هذا العمل لانشغاله بدراسته في الجامعة. ويبتكر المعمري وهو طالب في الثانوية العامة أجهزة من الورق المقوى أو الكرتون، منها ثلاجات وأجهزة صراف آلي ومكانس كهربائية وخزائن ومراوح. ومن المبهر أن كل هذه الأجهزة تعمل بشكل جيد. وأوضح المعمري أنه يستخدم طاقة الهواء في نماذجه بحسب ما نقلته وكالة رويترز، وقال: بدأت من قبل سنتين، كنت عندما كنت أتفرج على أخي فرسان الذي كان يصلح الحاجات الصغيرة مثل اللمبات مثل الأجهزة الصغيرة، وأنا كنت أجلس بجانبه وأتعلم منه، وبعدين انشغل أخي بدراسة الجامعة وأنا تبعت بداله. وفيما يتعلق بنوعية الأجهزة التي يصنفها أو يصنعها أيضا، أضاف المعمري: مثل الرجل الآلي والمكانس الكهربائية والصراف والبندقية والدريل أو المثقاب الكهربائي والمجهر والطاقة الهوائية أو الطاقة الهوائية، الطاقات الهوائية التي تشغل الأجهزة الكهربائية، جميعها يعني صلح فيها هو وأخوه. وإلى جانب ابتكاراته ودراسته، يعمل المعمري في بيع الشاي في زاوية بالشارع في مدينة تعز جنوب غرب اليمن، وبيع الشاي هو الذي يوفر له ولأسرته المصاريف اللازمة. وفيما يتعلق بنظرته للمستقبل، قال المعمري: طموحي للمستقبل أنه تيجي إلي فرصة للدراسة أو منحة دراسية لكي أدرس وأطور من نفسي وأطور الحاجات دي من كراتين إلى حاجة مطورة زي من الحديد أو الألمنيوم يوفروا لي الحاجات، وإن شاء الله نطور أنفسنا إلى الأحسن. حاولت أحكي مثله باليمني. يعني تحية لهذا الشاب اللي عنده كثير من الطموح. نعم. وليس غريبا على اليمن تحديدا، لأنه نعم. أنا شخصيا بعرف كثير من الصبايا اليمنيات اللي كانوا اللي درسوا معي بالجامعة هنا في بيروت، واللي رغم كل الحرب اللي كانوا عم يتعرضوا لها والدمار وكل ما إلى ذلك، كانوا عم يجوا على لبنان ويكملوا دراستهم وكانوا من الأوائل. نعم. فليس غريبا على اليمن. جميل. أطفال يتوفر لهم كل شيء في الحياة ولا قيمة لشيء في حياتهم، وطفل لا يملك شيء وهذا هو ما يخرج منه. بتمنى هبة أن تكون هذه الفقرة بوابة له ليحصل على إنسان أو جهة تدعمه وتتبنى هذه الموهبة، لأن هذا الطفل فز. لا إمكانيات لديه، لديه طاولة وربما من أبسط الأشياء وهو مبتكر لهذه الدرجة. قديه عندنا أشياء ضايعة وقديه عندنا مواهب ضايعة وقديه حرام. يعني أنا بحاول، وانت بتحكي أول ما قلت من مدينة تعز، بدأت أتخيل الصورة اللي إحنا بنشوفها الآن لمدينة تعز للأسف. حرام الحرب يعني. نعم. مثل هذا الطفل في دولة أخرى بيكون واجهة من واجهات المجتمع، بيمشوا معاه حراس. نعم. ولكن لأوضاعنا المخجلة، هذا الطفل يعاني ويبيع الشاي، ليس تقليلا من بيع الشاي، هي مهنة شريفة، ولكن ينبغي أن يتوفر له أكثر من ذلك. يستحق الأفضل بالتأكيد. صح. يعني ربما هذا الحكي كان كتير مهم، أنه من وحي الانتخابات اللي فتحت موضوعها اليوم راوية، وهذا التغيير اللي إحنا عن جد بدنا إياه، لأنه مثل المعمري في كتير من الأطفال وكتير من الشباب بالوطن العربي اللي عن جد عندهم عقول فذة، وكتير أشخاص. صحيح. يعني عندهم كتير لحتى يقدموا ولكن لا فرص. يعني ولكن هؤلاء الأطفال دائما خاصة ببلد مثل اليمن يكونوا هن الضحايا، ضحايا مؤامرات كبيرة سياسية تحاك ضدهم، ما بينعطوا أصلا حقهم. صحيح. حتى لو كبروا شوي بأنهم يغيروا، ولكن وجوده وهذا اللي يعني الإصرار اللي عنده إياه والأمل اللي عنده إياه دائما يعول عليه وبيخليه يطلع من مكان إلى آخر. نعم. فتحية لكل اللي مثل هذا الشاب باليمن وبخارج اليمن بوطننا العربي. ربما هون بيبرز احنا كمان يعني واجبنا انه دائما طبعا. الاضاءة عليهم، ودائما انه الانسان يعني هيك يفرجي مشكلتهم عن جد على حقيقتها. طبعا. صح. طبعا. يعني انا بتمنى انه اشوف باسل وهو مبتكر وذكي وقادر على صنع اشياء مثل التي يفعلها. ان شاء الله يا رب تشوفي احسن كمان. إذن مشاهدينا، مع هذا الخبر سنذهب إلى فاصل، نكون بعده مع وقفة سياسية جديدة وفقرات متنوعة، ابقوا معنا. صباح النور مجددا مشاهدينا. صباح النور هبة.
صباح النور سارة. هبة اليوم الحلقة مليانة صح؟ نعم يعني مواضيع جسمة وحلوة صح. عندنا يعني ما بعرف انه بنقعد نقرا في سكريبت قبل شويه انه احنا دخلنا هوا كنا بنجهز في السكريبت للحلقه فعلا فعلا مواضيع جدا بتكون شيقه. نعم نعم. هلا بنروح نروح للاخبار الشيقه كمان. الان في اخبار؟ ايه مع رويدا وولا مش ولا اشهى اكيد مع الخبر مع الخبر مع الخبر شكلك جوعانه. اهلا بكم مشاهدينا وهذا موجز لاهم الانباء. وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق يعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد أمس الأحد بلغت 49% مضيفا أن النتائج الرسمية ستعلن صباح اليوم الاثنين. وكشفت النتائج الأولية غير الرسمية تقدم حزب الله المدعوم من إيران وحلفائه السياسيين. حركة النهضة التونسية تتصدر نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في البلاد متبوعة بحزب نداء تونس بحسب نتائج أولية غير رسمية، بينما بلغت نسبة المشاركة 33% بحسب مصادر رسمية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن نية بلاده شن عمليات عسكرية جديدة في المنطقة الحدودية مع سوريا. الرئيس الإيراني حسن روحاني يقول إن إيران أعدت خططا لمواجهة أي قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الاتفاق النووي مع طهران، مضيفا أن واشنطن ستندم على مثل هذا القرار. نجاة وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال من محاولة اغتيال بعد إطلاق النار عليه في مسقط رأسه بإقليم بونجاب، والشرطة تلقي القبض على المهاجم المنتمي إلى جماعة متشددة. والآن نبدأ مشاهدينا جولتنا على الصحف العربية لهذا اليوم، ونبدأ مع مقال نشرته صحيفة المدن الإلكترونية بعنوان نتائج الانتخابات وما خلفها للكاتب منير الربيع. تناول فيه تداعيات ما حصل في النهار الانتخابي الطويل من أحداث ومفاجآت انتخابية أدت إلى تراجع تيارات سياسية وبروز أخرى على الرغم من عدم صدور النتائج النهائية. وقال يصح وصف انتخابات العام 2018 بأنها استحقاق طويل ثنائي العقد، عفوا بأنها استحقاق تطويق ثنائي العهد، تطويق تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، والأهم أن هذا التطويق لم يحصل من جانب الخصوم بل من جانب بيئاتهم التي لم تقتنع بخطواتهم خطاباتهما. ولفت الكاتب إلى أن حزب الله كان الرابح الأكبر في هذه الانتخابات بصورتها الجديدة مع خروجه من الانتخابات بفوز ناجع بعدد كبير من حلفائه السنة والمسيحيين، ما يعني بصورة أو بأخرى سيطرته على البرلمان وتمرير سياساته على الشعب اللبناني. وتابع الكاتب لابد من القول إن الرابح الأكبر في هذه الانتخابات هو حزب الله وحلفائه، وإذا ما عادت العلاقة وتقاربت بين الحزب والتيار الوطني الحر مع مختلف الحلفاء لابد من استشراف مراحل سقوط اتفاق الطائف أو بدء نهايته عبر تكريس قواعد سياسية جديدة. وختم الكاتب بالقول إن المرحلة ما بعد انتخابات عام 2018 ليست كما قبلها، ومع تعزيز سطوة حزب الله على الحكم وتطويقه الأفرقاء كافة بات قادرا على أن يقبض على قرار الرئاسة الثالثة. وختم حتى الآن يبدو حزب الله متساهلا في مسألة تكليف الحريري تأليف الحكومة، لكنه لو قصد فتح المعركة فإن الحريري لن يكون بإمكانه تبوؤ هذا المنصب. وحول الانتخابات اللبنانية أيضا نشرت صحيفة العربي الجديد مقالا بعنوان لبنان والانتخابات للكاتب سامح راشد. قارن فيه الانتخابات الحالية بالانتخابات الأخيرة عام 2009، وأشار إلى أن انتخابات الأمس جاءت أقل تعقيدا وحساسية على المستوى الداخلي، لكنها في المقابل جاءت في بيئة خارجية شديدة الاضطراب والتوتر، حيث الوضع الإقليمي متحرك ومرشح لتغييرات مفصلية في كل لحظة. وقال المشهد العام عشية الانتخابات يوحي أن الفرقاء والأصدقاء يخوضون استحقاقا داخليا تشريعيا وأعينهم على الخارج وعلى الحكومة التي ستقود السياسة الخارجية اللبنانية في المرحلة القريبة المقبلة. وأشار الكاتب إلى أن التأثير الخارجي على الساحة اللبنانية واختلاط الأوراق السياسية على الساحة اللبنانية أدى إلى ظهور تحالفات انتخابية غريبة عجيبة في بعض الدوائر التي جمعت القوائم الانتخابية موالين وخصوم في وقت واحد. وتابع
للمرة الأولى في لبنان تظهر تحالفات ظرفية مرتبطة حصرا بمرحلة الانتخابات، فيما تراجعت أولوية التحالفات السياسية والمذهبية التقليدية. وختم الكاتب قائلا إنه لن تكون هناك غلبة لتوجه سياسي معين في القضايا الخارجية، وفي الأغلب أن تستمر السياسة اللبنانية على نهج النأي بالنفس رسميا، بينما سيستمر أيضا التدخل، أي عدم النأي بالنفس بشكل غير رسمي، كما بالنسبة لتدخل حزب الله في سوريا. ونختم جولتنا لهذا اليوم مع مقال في صحيفة الشرق القطرية بعنوان بالونات الإدارة الأمريكية للكاتب أحمد عبد الملك. اعتبر فيها أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، والتي طالب فيها بضرورة وقف حصار دولة قطر وإنهاء الأزمة الخليجية، كانت خطوة غير متوقعة من الإدارة الأمريكية، بعد أن عولت دول الحصار على هذا الرجل الذي جاء بعد إقالة الوزير السابق ريكس تيلرسون، بأن تأخذ الإدارة الأمريكية خطوات أكثر ميلا لدول الحصار. وقال الكاتب: هل كانت هذه التصريحات بالونات اختبار من الإدارة الأمريكية، أم أنها رسالة واضحة سوف تترتب عليها خطوات قادمة تحسم قضية حصار دولة قطر وتنهي التوتر الحاصل بين أعضاء دول مجلس التعاون؟ ولفت الكاتب إلى أن تضارب مواقف الإدارة الأمريكية من حصار قطر وهذه الضبابية تجعل المواطن الخليجي في حيرة من أمره، خصوصا مع اقتراب دخول الأزمة عامها الثاني وتجمد المبادرات نحو حل الأزمة. وقال: لا يعرف المواطن الخليجي اتجاه بوصلة الإدارة الأمريكية وسط التصريحات والتصريحات المضادة واستخدام القفازات الدبلوماسية في التعامل مع أزمة حقيقية تكاد أن تصل عامها الثاني دون أن تلوح في الأفق جدية لدى الولايات المتحدة لحلها. وختم الكاتب قائلا: من حق المواطن الخليجي أن يتساءل وبكل براءة عن حقيقة الدور الأمريكي وحقيقة نصب الفزاعات في المنطقة، هل فعلا يوجد من يحاول جر المنطقة إلى مزيد من التأزيم وبالتالي دخولها في صراعات قد لا تبتعد عنها الاحتمالات العسكرية، خصوصا وأن حصار دولة قطر لم يؤتي أكله بالنسبة لدول الحصار، بل زاد في ثبات الموقف القطري دبلوماسيا واقتصاديا واجتماعيا. ومع هذا المقال ننهي مشاهدينا جولتنا على الصحف العربية لهذا اليوم. شكرا لكم لحسن المتابعة، نلقاكم في وقفة سياسية أخيرة لهذا اليوم في قراءة لنتائج الانتخابات النيابية اللبنانية. كونوا معنا، أما الآن فعودة إلى زميلتنا. شكرا لك رويدة، والآن أنا وأنت سارة ننتقل لموضوع آخر، فبدنا ننتقل نحكي عن اليوم الانتخابي الطويل اللي كان بالأمس في لبنان ومر به لبنان بعد انقطاع عن المشاركة السياسية لمدة 9 سنوات، فكيف كانت أجواء الشارع اللبناني بعيدا عن صناديق الاقتراع؟ الزميل أحمد الهاشمي جال في شوارع بيروت وعاد لنا بهذا التقرير. أنا حدا تاني غيرك بأنه ينزل ينتخب نفس المرشح ونفس اللائحة اللي عندك؟ كل إنسان لازم يفكر لوحده. أوكي منتناقش، بس ما بقدر غير رأي حدا أكيد، ولا بيهمني غير رأيك. أشكال الانتخابات طبعا مختلفة، بس في ناس واضح أنهم مؤمنين بفكرة العرس الانتخابي. خلينا نشوف أجواء العرس الانتخابي كيف شكله. روح روح، هلا هلا.
الطبل، شوف الطبل، بدنا نشوف الناس كيف اراء اليوم هون. يعطيكم العافية. الله يعافيك. والله انا شايف الاجواء والعة يعني، ما خير على خير ولا عاد ايه والعة كثير. صوتوا؟ وين صبيعك؟ انت وين صبعك؟ مين ما صوت؟ كيف تحكي له؟ ست مريم نحن عم نحاول طبعا نلحقها، طنشتنا لمدة 3-4 مرات، رح نحاول نحكي مع ست مريم نور نشوف اذا ست مريم ما بدك تعطينا شيء؟ انا خايف والله. ما في امل؟ انتخابات؟ تخاف تتخبى كل شوي. اهلا وسهلا، انتخبتوا ولا بعد؟ يا اهلا وسهلا، بتعرفوا دائما الاعداد القهاوي بتكون هيك فيها شيء لطيف، انتم حاسين باصواتكم حتوصل؟ ايه توصل. صوتك راح لجهه مدنيه واضح من اللي. ايه نعم. شو فكرتك؟ شو طموحك المدني؟ ليش بدك انت فعليا تكون الدوله دوله مدنيه؟ هي طبعا اول مره تنطرح الفكره المدنيه بهالوضوح بعد 9 سنوات من غياب الانتخابات. في مثل امل تغيير، وفي مثل حركه عم تبلش، معقول تكبر بعد السنين ومع الوقت. يعني حتى لو ما رح يخرق شيء بهالانتخابات، في نوع وعي عم بيصير، تغيير عقليات. عرفت تغني؟ لا اكيد. ولا ترقص قدام لجنة انتخابية مثل ما بيعملوا بعض الدول؟ هيدا اكيد لا. تحس انه هذا الشيء يعتبر شيء حضاري انك تقف قدام لجنة انتخابية وتقعد ترقص؟ لا ابدا. ابدا؟ لا. في دول هذه صار عندها، دول عربية هذا الشيء عندها تحصيل حاصل عادي. بتأسف لهم، ما بعرف شو بدي اقول لك. شكرا هادي، ميرسي لك. انا خايف للامانه، خايف بس بدي اخذ رايي، بس خايف. انا متوقع رايي حيكون اكيد فوق 18، بس خايف كل الاحوال. كيفك؟ انا منيح، انت كيف؟ انا هلا اجينا الاصبع الرائع. ايش شو معناته هيدي انه صوتت؟ بس لوحدك صوتت بكل السياره؟ لا نحن كلنا صوتنا. كل صوت. انا ملاحظ انه هون في نفس التيشيرت كمان صوتت هون. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يعطيك العافيه. اهلين. ربن مليون. اهلا وسهلا عمو، يعطيك العافيه حبيب قلبي. صوتت معهم ولا صوتت على ذوقهم هالمره؟ والله صوتوا على ذوقنا هالمره، صوتنا على ذوقهم. مؤمن بانه فعليا الشباب لازم ياخذوا دورهم اكثر؟ يعني ان شاء الله خير. لكن احنا كلمتنا بالبيت ماشيه، الشباب رح يوصل لمطرح اكبر، وهلا عم نحس انه يعني بتحس انه بلش الجيل الجديد عم بياثر على الجيل القديم. ان شاء الله دوري الجاي بنأثر اكثر، وبعدين بده يمشي حال البلد يعني. يبدو انه وصلني خبر انه في توزيع اموال انتخابيه. خلينا نروح نشوف، نرمي بلانا على الناس المعنيين بالانتخابات والترشيح الانتخابي وهالتفاصيل. عبالك حدا هيك يعطيك ورقه وتحطها؟ بس ليش لا؟ جربت تعملها شي مره لوحدك؟ لا. ليش؟ ما بعد يعني هذا انا عم طلع قانون جديد. حلو، شو بتعرف على القانون الجديد؟ إذا ما بتعرف شيء عادي ما تستحق. لا ما بعرف شيء. طيب شو بتسمع من الكبار على القانون الجديد، حابين ولا مش حابين؟ في عالم هيك، في عالم هيك. شو بتعرف عنه قل لي؟ في عالم بيقولوا لي مثلا ليك واخيرا عملوا قانون جديد، بعدين بيقولوا لي يلا شو هالقانون هيدا؟ يعني مثلا بس ياكلوا زبوطه بيقولوا لي يلا شو هالقانون هيدا؟ بتحس الانتخابات هي حتنفعك لإلك للجيل الجديد؟ ان شاء الله. تقرير رائع لفت انتباه الطفل الصغير لأي درجة آراء الكبار السياسية بينقلوها لأبنائهم، لأنه بيكونوا متواجدين دائما. صحيح. بيسمعوهم، بياخذوا منهم، فبتلاقي أنهم جدا متأثرين ورددوا وبيكرروا نفس الجمل اللي سامعينه من أهلهم. الكبار. يعني كتير حلو التقرير، وحبيت يعني هالتغير اللي موجود وهالحس الشباب اللي موجود يعني، وكان عنده ثقة أنه رح نتمثل، يعني رح نتمثل الشاب اللي حكي معه أحمد. بعتقد أنه هالشغلة كتير حلوة، يعني أكيد الانتخابات رح تكرر لنا الوجوه السابقة واللي إحنا شايفينها من قبل، ولكن كون أنه فاتوا الشباب وفات ربما المجتمع المدني، فحلو أنه نعطي فرص لناس جداد بالانتخابات، وهي يمكن تكون بداية لقدام لحتى نخلص كمان من الوجوه القديمة. صح. الآن حنمشي الموضوع الثاني. يلا نروح أنا وإنتي لنحكي عن منظمة الصحة العالمية. كشفت أنه أكثر من 90% من سكان العالم يتنشقون هواء ملوثا، مشيرة إلى أن التلوث مسؤول عن 7 ملايين حالة وفاة سنويا، لا سيما في صفوف الأشخاص الأفقر والأكثر تهميشا. وقالت المنظمة في بيان، في السنوات الست الأخيرة بقيت مستويات التلوث في الهواء الطلق مرتفعة ومستقرة نسبيا، مع تراجع التركيز في بعض
بعض مناطق أوروبا وأمريكا. صحيح هبة. وأضاف البيان أن 9 أشخاص من كل 10 في العالم يتنشقون هواء يحتوي على مستويات عالية من الملوثات، وهو رقم لم يتغير منذ صدور التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية قبل 2 سنين. حول هذا الموضوع دعونا مشاهدينا نستضيف معنا الدكتورة الاختصاصية في أمراض الرئة جوزلين ساسين في فقرة صحتك. صباح النور دكتور، كيفكم؟ الحمد لله. كيف الهواء اليوم لا تتنشقوه؟ يعني أنا بقول مش 9 على 10، 10 على 10، 11 على 10. وهذا اللي عاوزين نتكلم فيه اليوم. أولا بداية، كيف قرأتي هذا التقرير من منظمة الصحة العالمية؟ يعني حقيقة هلأ التلوث البيئي هو من أبرز الاهتمامات العالمية يعني، وأكيد أنا ما تفاجأت كوني يعني دايما نطلع على هالدراسات وعلى هالإحصاءات، ولكن أكيد هو الإحصاءات اللي قريناها وقديش نسبة التلوث بتأدي لوفيات وقديش نحن عم نتعرض لتلوث عن جد شيء بخوف صراحة. نعم. وهذا شيء حقيقي. نعم. للأسف. طب إذا بدنا نحكي إنه قدي مدى تأثير هذا التلوث على رئتي الإنسان، لأنه يعني مثل ما قالت المنظمة 7 مليون شخص بيموتوا سنويا، وهالنسبة عن جد كتير كبيرة ومقلقة. فلأي درجة يعني إنه رئة الإنسان قدي يعني عم تصيبها أمراض ربما معروفة وربما ما حدا بيعرفها؟ مزبوط. يعني هلا نحن وقت نقول تلوث بيئي دغري بنفكر بالهواء، ولكن هو التلوث ما بيقتصر على الهواء. نعم. بس نفكر إنه تلوث بالهواء أو بالجو بنفكر دغري بالجهاز التنفسي، ولكن بس بدي بلش أقول إنه التلوث ما بيقتصر على تلوث الهواء في المياه، في التربة، في عدة أنواع تلوث وكلها بتؤدي لأمراض. نعم. هلأ تلوث الهواء بالدرجة الأولى أكيد بيؤدي لأمراض الجهاز التنفسي. نعم. الأمراض الجهاز التنفسي بتزيد نسبة حدوث أمراض الربو والحساسية عند الأطفال، وهذه الدراسات كلها أثبتت أنه الربو هو من الأمراض اللي عم تزيد مع السنين لأنه عم تزيد نسبة التلوث. هذه عند الأطفال. عند الكبار كمان بيصير في عنا نسبة حدوث الانسداد الرئوي المزمن مثل المرض، يعني هو المرض المعروف الناتج عن التدخين، ولكن هلا بطلنا نقول بس ناتج عن التدخين، صار ناتج عن التلوث اللي نحن عايشين فيه، وخصوصا بالبلدان اللي بتزيد فيها نسبة التلوث. لأنه بتختلف كمان التلوث بيختلف بين إذا كنا ببلد في طور النمو أو البلد النامي يعني البلد الفقير أو البلد اللي في تطور تكنولوجيا، التلوث شوية بيختلف. في تلوث كيميائي وفي تلوث بيولوجي كمان. البيولوجي يعني بيجي نتيجة الفقر وعدم توفر الوسائل الراحة والوسائل النظافة، وبيصير في انتشار ميكروبات وطفيليات وجراثيم أكتر، وبيصير في عنا التهابات رئوية أكتر كمان بهالدول. صحيح. أيضا حرق النفايات، يعني كنا نتحدث عنه أنه أصبح وسيلة من وسائل التخلص من الفائض من النفايات، وأضراره ونوعية الغازات التي يبثها السامة تؤثر جدا على صحة الإنسان. مش بس بتأثر على مثل ما قلنا الالتهابات وأمراض الربو وانسداد الرئوي المزمن، للأسف بتؤدي إلى حدوث أمراض أكثر خطورة، يلي هي مرض سرطان الرئة، ولكن مش بس سرطان الرئة، أمراض الدم، سرطان المبولة أو المثانة يلي كمان صار كتير شائع، ما كنا نسمع فيه كتير قبل. هلا نتيجة التلوث، وأكيد التدخين هو شكل من أشكال التلوث يعني، وحرق النفايات وعدة أمور، حتى زحمة السير يعني السيارات اللي بيطلع منها المنبعثة من السيارة. صح. الغازات المنبعثة من السيارة هيدي من أسباب التلوث الكبيرة. وحتى في دراسة بأوروبا بتقول أنه الأشخاص اللي ساكنين بمناطق قريبة للمحلات اللي فيها زحمة السير بتزيد نسبة الأمراض خصوصا عند الأطفال بنسبة 15% أكثر. نعم. وكل هالأمراض اللي عددناها هيدي ممكن تكون أمراض قاتلة، مشان هيك نسبة الوفيات بتزيد نتيجة حدوث التلوث. طيب، ومن يعني من هالحكي اللي أنت قاعده عم تحكي وأنه أمراض قاتلة وهذا شيء كتير بنقزنا، ولكن أنه في علاجات، يعني أنا بحس أنه المسبب بعده موجود، يعني قدي العلاجات ممكن تكون ناجعة وقدي ممكن ترجع تعيد نفس الكرة يعني مع الأشخاص؟ لكن رح شبه لك إياها بحدا بدخن وصار عنده مشكلة برئتيه من وراء التدخين. نعم. هالشخص نحن بنقول له إذا بدك تصح بدك توقف الدخان وتتعالج، إذا تعالجت من دون ما توقف الدخان النتيجة ما بتكون مضمونة 100%. ذات الشيء التلوث
بس لكن التلوث هو عامل نحن ما بنقدر نتحكم فيه على المستوى الفردي عم بحكي. نحن عايشين بالتلوث، ولكن مطلوب انه اكيد على المستوى العالمي انه المصانع النفط كل هالقصص اللي بتفوت على البحر تبعنا، الغازات اللي بتنبعث، زحق السيارات، عدد السيارات اللي بنستعملها، كل هيدول اذا نحطت خطة حتى تخفف منها بخف التلوث البيئي وبالتالي بتخف الأضرار، ولكن هذا أكيد على المستوى العالمي. وعلى المستوى الفردي نحن كل واحد منا لازم يشتغل على حاله، يعني بالبلدان اللي بنقدر فيها نستعمل وسائل النقل العام من دون ما كل واحد منا يستعمل سيارة أكيد هيك بنخفف ضرر على البيئة ومخفف تلوث. سو إذا بدنا نحكي على حلول هيدا بدها تكون على المستوى العالمي، بدنا نحكي عن حلول المستوى الفردي بخفف من وقف التدخين اللي هو عامل أساسي للتلوث. الشغل اللي نحن ما بنعرفها، الأشخاص اللي بيعتمدوا بحياتهم اليومية وخصوصا مثل ما قلنا بالدول الفقيرة ما بيطبخوا على الغاز، بيستعملوا الوقود، بيستعملوا الفحم، يعني بعدهم بيستعملوا النار حتى يأكلوا ويشربوا. هيدا كمان سبب من أسباب التلوث اللي بتؤدي إلى أمراض الرئة وأمراض تانية كمان. الغازات المنبعثة والملوثات أصبحت جزء من تنفسنا، يعني ما بعرف، بحس أنه لو في يوم استنشقنا هواء نقي حنستغربه انه لا وين الملوثات عودنا عليه. ما رح نستغرب هذا. في بعض يا ريت، يعني في بعض دول شرق اسيا بنجد انه من المتعارف عليه في الدوله انه كل العالم لانه النسب المصانع والملوثات ايضا عاليه بيستعملوا الكمامات، بنشوفها دائما. يعني هل هي مجدية؟ هل هي مفيدة؟ هي مفيدة بس منا حل جذري يعني. أكيد يعني إذا كان هي أو منقيات الهواء. إذا بتروحي على الصين بتلاقي العالم على البسيكليتات ماشيين وحاطين حاطين الكمامات لحتى يخففوا من نسبة التلوث، بس طبعا هي منا الوقاية الأساسية من التلوث. نعم. في دراسات بتربط بين التلوث اللي موجود وبين التوتر النفسي نتيجة ضيق التنفس اللي عم بيصير عند العالم، وهذا الموضوع عم بيكون كتير زيادة، يعني حالات من الاكتئاب من التوتر النفسي. صح. قدي أنت بتتفقي مع هالدراسات؟ 100% هذه صحيحة. هي مش بس ناتجة عن ضيق التنفس، الضجة الضوضاء، يعني في بيقولوا التلوث الضوضائي، يعني الضجيج، هيدا بحد ذاته بيؤدي إلى أمراض التوتر والقلق والأحباط وحتى إلى أمراض الأذن. يعني بيصير في عنا في ناس كتير بيخسروا موجات سمعية، يعني بيصير عندهم مشكلة بالسمع، وهذه كمان بتؤدي إلى توتر وقلق وأمراض نفسية. والأمراض النفسية لما تتفاقم كمان بتؤدي إلى الوفيات. احنا بنعرف انه في ناس بتنتحر يعني من جراء الامراض النفسيه، بس كمان هيدا التلوث الضوضائي ممكن يؤدي الى حدوث وفيات. نعم. يعني يقال ان لنظام الحياه او لستايل الحياه دخل كبير بحجم مكافحتنا او عدم مكافحتنا، نوع التغذيه الذي نتلقاه، ممارسه الرياضه او عدمها. هل فعلا لهذه الاشياء دور في مكافحه ربما التلوث او محاوله تنظيف أجسادنا من هذه الملوثات؟ يعني هلأ ما بدي يكون كتير سلبية، وبنفس الوقت كمان ما فيني أقول 100% صح. هلأ أكيد ممارسة الرياضة، إذا كنا عم نمشي بمحل ما في كتير تلوث، إذا نحصل على الأغذية السليمة اللي ما داخلها تلوث، مثلا إذا بدنا نحكي عن البحر الملوث إن كان بالمواد النفطية أو المواد الشعاعية، هيدي بتفوت على الأسماك على جسمهم ونحن عم نتناولهم وبالتالي عم نتضرر. فحصولنا على التغذية نضيف اللي ما فيها تلوث أكيد هيدي شغلة بتساعد، الرياضة شغلة بتساعد، بس أكيد الحل الأساسي مثل ما قلنا أنه نخفف من نسبة التلوث الموجودة بالجو. دكتورة، يعني تلوث عايشين معه عايشين معه، خلينا نفكر هيك بطرق إيجابية لحتى نقدر أنه نقلل المرض اللي جايينا على بيتنا وفايت لجوه. يعني خلينا نبلش من الأطفال، يعني أنا كأم وعندي أطفال، كيف الطريقة اللي بدي أخلي أولادي يكونوا محوطين أكثر يعني من هالتلوث اللي قاعدين عم نعيشه ويكونوا مش عرضة دائما للأمراض؟ لكن أكيد الأطفال هن الشريحة الأساسية اللي لازم يعني نهتم فيها بقصة التلوث، لأنه هن الناس اللي معرضين أكثر شيء هن الأطفال. والتلوث ببلش من قبل ما يخلق الطفل، يعني من هو ببطن أمه، خصوصا إذا في الأم والبي بدخنه
هيدي شغله بتاثر على الجنين، يعني بيخلق عنده حظوظ اكبر انه يصير عنده امراض رئة، بيخلق وزنه اقل، واذا وزنه اقل يعني معرض انه يعمل مشاكل صحيه اكثر. ومن بعد ما يخلق التلوث ببلش، حمايه الطفل ببلش من البيت، يعني عدم التدخين، عدم استعمال الوقود، ننتبه من القصص اللي بتطلع اشعه بالبيت، ان كان الميكروويف او شيء ثاني، الاي سي او المكيفات، يعني المكيفات هي من القصص اللي لازم ننتبه لها يوميا، لانه كمان ممكن تبث جراثيم، غير انه فرق بالحراره سخن وبارد وبارد وسخن، الاي سي اذا ما او المكيفات اذا ما بننظفها كل سنه ممكن تعرضنا لالتهابات حاده بالرئه. ومثل ما قلنا نعلمهم ياكلوا مظبوط، يعملوا رياضه، هيدي من الاساس الاساسيه. نعم دكتور، تحدثنا عن الكبار وتحدثنا عن الاطفال وجينا للاجنه. بنسمع كثير ان التلوث الموجود الان والذي كلنا نعاني منه ينتقل إلى الجنين من خلال تغذية الأم، من خلال وأصبح أطفال كثار بنلقاهم بيتولدوا بمشاكل في التنفس، وهذا شيء ما كان منتشر قبل الآن، أو مشاكل في الرئة أو أمراض في القلب، وتصل إلى تشوهات أيضا. هل للتلوث تأثير على الأجنة؟ أي مثل ما قلت بعدني عم أقول أنه الأجنة هن من قبل ما، يعني الطفل من قبل ما يخلق هو معرض للتلوث، هو ببطن أمه، لأنه أكيد مثل ما قلنا تتنشأ الأم التلوث والأكل اللي بتاكله كله هيدا ممكن يأثر. نعم. بس أكيد يعني إذا بدك أحكي ضمن اختصاصي، نعم، بنسبة أساسية هي أمراض التنفس، إن كانت صحيح. أمراض الربو، الحساسية والالتهابات. نعم. وأكيد كمان يمكن كمان شغلة كتير مهمة لما بنروح بنقعد بمطاعم، والتدخين السلبي مثل ما بيقولوا، الأرجيلة اللي بتكون موجودة بالهواء، وهي يمكن كمان كتير مضرة وكتير بتعمل 100% التدخين مشاكل. السلبي يعني الأشخاص اللي ما بيدخنوا اللي بدهم يحافظوا على صحتهم بيتأثروا بدخان الغير، مشان هيك بنشوف بالدول المتطورة منعوا التدخين بالأماكن العامة حفاظا على يعني هيدي حرية الناس. أنا بدي فوت على مطعم ما بدي أنأذى من الدخان، يعني ما بحق له غير يدخن ويأذيني وأنا ما بدي هيدا الشيء. ولكن للأسف في بلدنا بعد القانون ما تطبق، يمكن نهار اللي بنفهم أنه نحترم حرية غيرنا حسب الواسطة. حرية الغير كتير مهمة، هيدي بثقافتنا فكرة. نعم. هيدي كمان التلوث هو يعني صح. حماية البيئة هو ثقافة بتبلش بالبيت، وهذا اللي لازم نعتمده مع أطفالنا. نعم. يعني هيك بعتقد مع الجنراسيون الجديدة سهل أنه يطبق القانون أكتر. صحيح. ومع الأجيال الجديدة كما تفضلتي ربما هي مسؤولية بتنقسم لجزئين، تحتاج لقوانين رادعة، بتحتاج لتنظيم من الجهات المسؤولة، وتحتاج أيضا لإحساس كل فرد بمسؤوليته الشخصية. في الآخر التلوث اللي إحنا عايشينه إحنا عاملينه، يعني إحنا سبب فيه. صح. صحيح. فربما إذا فعلنا الدورين، دور المسؤولين ودور الفرد، إذا كان يستطيع، خاصة نحن يعني بالبلدان اللي ما فيها مراقبة، مثلا المصانع اللي بتصير بين البيوت، مثل بدي أحكي عن بلدي أنا تما كون عم بحكي عن غير بلاد، بلبنان نحن عنا خصوصا يعني معروفين المناطق وين فيهم المصانع اللي بتطلع نسبة تلوث كتير كبيرة، ومن هالمناطق هيدي يعني إذا بدك صار في مثل ألارم عليها من كم سنة أنه نسبة أمراض السرطان الرئة وسرطان الدم عم بتزيد بنسبة كتير كبيرة، وعند الناس اللي عند الأطفال وعند الناس اللي بعد ما صاروا كتير كبار، يعني مش صرنا نشوف سرطان رئة عند ناس عمرهم 30 و 40 سنة، هذا الشيء ما كنا نشوفه قبل. نعم. صحيح. وإضافة على هيك الحروب كمان اللي دايما بتكون موجودة، وعلى الابتهاج وعلى الزعل حرق دوليب، بس ننبسط وبس نزعل نحرق. نعم. هيدي المواد اللي بتطلع من حرق دوليب هيدي سموم قاتلة، هي لها علاقة كمان بالثقافة، وعن جد لازم يعني يمكن دوركم أنتو ودور حتى إحنا كإعلاميين أنه دائما تكون يعني الثقافة والنصائح يعني مبنية على أسس طبية وعلمية لازم تكون دائما موجودة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي لحتى توصل أكثر. صح. لكل الناس. بدنا هيك نصيحة أخيرة لكل المستمعين، لكل المشاهدين والمستمعين لنا. نصيحتي الأخيرة هي مثل ما قلنا أنه تنحافظ على البيئة، تنخفف التلوث، تنخفف نسبة حدوث الأمراض وحدوث الوفيات، هيدي شيء لازم يبلش الثقافة من البيت. نعم. وبليز بدي أقول للناس عن جد اللي بدهم يضربوا واللي بدهم يزعلوا وبدهم يعبروا على الموقف، مش ضروري لا بسلاح ولا بحرق دوليب، ما بدنا نلوث البيئة أكتر، بدنا ننتبه على البحر، بدنا ننتبه على كل شيء، وبتعدوا عن التدخين يعني. أكيد أكيد أكيد. الاختصاصية في أمراض الرئة جوزلين ساسين، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الآن إلى فاصل جديد، نعود بعده لاستكمال باقي فقرات صباح النور، فابقوا معنا.
بكم مجددا مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكي ست راوية. شعرنا اليوم كانه مخبيتي لنا موضوع حلو. ايه موضوع كثير نحن بنواجهه هو العلكه. قد ايه بتاكلي علكه بحياتك الطبيعيه؟ بتاكلي علكه؟ اكيد اكيد باكل علكه، بس سمعت انه في لها اضرار يعني كثير كبيره. صحيح. غير انه السكر اللي موجود فيها، ورغم انه مرات بيكون مكتوب انه خاليه من السكر الا بيكون انه كمان فيها بعض السكريات، وغير انه كمان مشاكل بالاسنان ربما. صحيح صحيح. هذا رح يكون موضوعنا. فمشاهدينا سنتكلم اليوم عن العلكه وعن اثارها السلبيه اليوم مع الدكتوره الخبيره خبيره العنايه بالبشره ومكافحه الشيخوخه كارول زمرود من فقره لايف ستايل بالعربي. صباح النور كارول، اهلا وسهلا فيك. اليوم رح نتحدث عن العلكه اللي هي ظاهره اجتماعيه، كثير من النساء بيعلكوا، ولانه بنعرف انه العلكه بتعطر الفم، بتخفف التوتر، وايضا بتهضم. ف ولكن هذا الشيء له سلبيات اخرى، خبرينا عنها اكثر. هلا مثل ما قلت راوية، في كتار من الأشخاص صارت عندهم مش بس إنه بيأكلوا بعد الغداء أو كرمال يعطروا الفم أو كرمال إنه يهضموا، صارت عادة. صح. كل نهار بحطوا العلكة بتمهن وبيعلكوا، وبيصير في عندهم هالعادة العلك والمضغ بالعضلات. هلا في شغلة بحب أقولها، إنه العلكة مفيدة بس لشورت لاب، يعني دقيقتين ثلاثة بس لحتى تحركي اللعاب، ترجع تعملي ساليفيشن لتمنعي رائحة الفم الكريهة. بس العلكة مثل ما مشوف معنا على الفيديو، إذا كل نهار عم نعلق اطلعوا فوق العين على عضلة الصدغين شو عم بيصير، ونطلع تحت على الفك. على الفك في عنا هالمنطقتين يلي كتير بيتضايقوا وبيصابوا من مشاكل من كثرة العلك. هون عم نشير لعضلة الماستر مسل يلي هي عضلة بتكون بمتوسط الحنك، واللي هي بتعضل وبتعمل مثل ترهل. والعضلة التانية اللي هن الصدغين منشوف انه بيصير في حفرة. ليش بيصير في عنا حفرة على الصدغين من اثر العلكة راوية؟ لانه مثل ما عم نشوف معنا بالصورة، بتحس كأنه في اثنين باورز عم بيضربوا على بعضهم عم يشدوا على بعضهم. ضغط، في ضغط عم بيعمل هيك، وهيدا الضغط بيخلص فينا بنهاية المطاف إلى تذويب الشحوم اللي موجودة بمنطقة الصدغ، واللي بتعطي الاستدارة التجميلية وخاصة لوجه المرأة، خاصة الاستدارة الطبيعية. صح. خاصة للنساء اللي منهم عاملين عمليات تجميل 100%. وبس نفقد هيدا الاستدارة الشحمية بمنطقة الصدغين، بتبين السيدة كتير مسمومة أو زعلانة. فإذا بتقول السيدة وقت التجي بتقول إنه عندي حفرة هون، بس تتعبى هالحفرة بتبين أقل تعصيب وأقل زعر. المنطقة الثانية اللي بتتأثر عضلة الماستر يلي هي موجودة بهالمنطقة، لأنه كل الوقت بس عم تعملي هالحركة المضغ المستمرة. يعني عضلة الفك هون، الفكين؟ لا مش عضلة الفكين، في عنا عضلة هون اسمها الماستر يلي هي بتجي من الدينة 2 سنتي لقدام، من الدقن تقريبا 3 سنتي لورا، يعني بتجي هون بالنص. نعم. وهون هي المنطقة اللي بتترهل فيها وجوه السيدات وبيترهل فيها جو لاين عند الصبايا. نعم. فإذا منشوف من بعد، خلينا نشوف الصورة اللي قبلها ومنشوف من بعد التصليح وتوقيف العلكة، خلينا نعمل مقارنة بين هيدي الصورة والصورة اللي قبلها. شوف العضلة كيف اللي أشرنا لها بسهم أسود كيف مترهلة. صحيح. ومنشوف الصورة اللي بعدها مشدودة أكثر، كيف ترجع بتنشد وبيرجع بيتم تصليح الفك من ترهل عضلة الماستر. يعني نحن اللي عم نقوله أنه نتيجة استعمالنا ومضغنا للعلكة لفترات طويلة. صح. هيدا الشيء معقول يخلي هذا الترهل يصير؟ مزبوط. ونروح بعدين لعملية تجميل هلا لحتى نشد، او لا هيدي معموله بالفيلرز ومعموله بالتيرا بجهاز التراساوند. الشد بيصير وقت بيصير فيه ترهل من 1 لـ 5، بيكون ترهل صار بالمرحله الخامسه. المعنى بنكون بمرحله طبيعيه بوجه طبيعي. مزبوط. نتيجه العلكه معقول نروح على شيء تجميلي. صحيح. هلا في شغله ثانيه كمان بتحب شير لها، هي انه في عنا مشكله انه المنطقه اللي مشغلها كثير هي اللي بتتجعد كثير. يعني بس تشغلي هيدي المنطقه هون كثير بده يصير في عندك اول شيء بنسميه باكتشن، يعني اذا بتلفظي حرف حركه او حرف الام
بتحس انه الدقن صار فيه مثل سيلولويد. هيدي كمان العضله تبع التشن كمان بتتاثر بكثره الموفمنت اللي عم نعمله طول الوقت على عضله الحنك بالعلكي. في عندنا كمان عضله الديبرسر، هيدا هو عضل ماستر، شوفوا اللوكاليزيشن تبعته وين بتكون بمتوسط الحنك. واذا بناكل علكه هيدي العضله اللي نقطين عليها نقط بيض هي اللي بتتضخم وهي اللي بتترهل مع الوقت. هلا في عنا عضلة تانية كمان ممكن تتأثر اللي هي عضلة الساد لاينز أو الحزن اللي بتكون على أطراف الشفة. صحيح، الخطين أو الخط الواحد اللي بيكون هون. لا، الخط الواحد هو نازوليبيان فوت، خط الأنف، هيدا ما بيتحرك مع الماستر، اللي بيتحرك الساد لاينز المعروفة طبيا بالماريونيت لاينز أو خطوط المهرج بسموها بالعربي، يلي بتكون على أطراف الشفة وبتنزل بتعطينا الشكل النازل والحزين للفم. وكمان منطقة تالتة بتتأثر هي الباركود أو دير التم، الخطوط يلي بتكون بالطول. فإذا منشوف إنه في عندك مجموعة من العضلات بتتأثر. هلأ إذا بدنا نعمل معادلة حسابية بسيطة ونقول إنه لازم الماستر يتحرك الصبح بس تاخذ الفطور لفترة مثلا 25 أو 30 دقيقة، والظهر نفس الشيء، وعشية لازم يتحرك ساعة ونص بالنهار. بس أنت إذا عم تحركيه 8 و10 ساعات بده يتعب ومن دون توقف، بدون توقف بحركة سريعة. هلأ هيدا أنا عم بحكي بس على الشق التجميلي. في عند الشق الثاني اللي هو التي ام جي اللي هن عضلات المفاصل تبع الأسنان، اللي كمان بيصير في عندك تعب كتير بهالمنطقة وبيؤدي لأوجاع بالرأس وبيؤدي كمان لمشاكل تانية مثل أوجاع بالكتفين، وممكن يؤدي أوقات عند بعض الأشخاص الحساسين لداء الشقيقة. هلأ كيف منعالج الماستر؟ هو ببوتوكس، بس كمية البوتوكس اللي بتنحقن بهالعضلة أكبر بكتير، ممكن تتعدى 3 أو 4 أضعاف البوتوكس اللي بنعمل بالعيون أو اللي بنعمل بعضلات بسيطة. يعني كمية كبيرة من البوتوكس. كمية كبيرة ليش؟ لأنه أول شيء العضلة كبيرة، وتاني شيء العضلة كتير متضخمة. لأنه إذا بدك تقارني بين مثلا عضلة العبوس وعضلة العلكة بالفرق بيكون كتير شاسع. لأنه عضلة العلكة مستمرة وممتدة على طول النهار، بينما عضلة العبوس بتكون بس مربوطة مع الكونسنتريشن أو مع الإيموشنز. وهون بنرجع بنفوت بأنه نصير نعمل بوتوكس كل فترة، يعني صار عنا نحن زيارة لطبيب التجميل دائمة. هلأ بيعملها طبيب الأسنان وطبيب التجميل. هلأ الرجال بياخدوا كميات بعد أكتر من النساء. هيدا كان بدي أسألك الفرق بين الرجال والنساء. أكيد. هلأ في كتار من الرجال بيجوا والنساء حركة الماستر بتكون متضخمة مش من العلكة إنما من شيء تاني، من الكازة على الأسنان بالليل. في أشخاص عندهم ستريس وفي عندهم حركة لا إرادية إنه هن ونايمين يشدوا على أسنانهم بالليل بيوعوا، كمان الماستر بيكون شادين عليه نفس العضلة بيكون شادين عليها طول الليل فبيوعوا كمان مع الوجع. هيدا حالة مرضية لحد ما. مظبوط، حالة مرضية، ولكن حاليا عم تتعالج بحقن البوتوكس يلي بتخليهم يداينوا مرتاحين بدون ما يشدوا على أسنانهم فترة 9 شهور أو 8 شهور. يعني بيجوا مرة على العيادة بياخدوا هالحقنة من الماسل ريلاكسنت أو البوتوكس وبيرتاحوا لمدة 9 شهور. هلأ بالنسبة للتجميل، خلينا نرجع نحن للموضوع يلي بيساعد السيدة. بالنسبة للتجميل أنا بقولهم ابتداء من عمر 38 سنة، يعني وقت يبلش بده يصير في عنا شيخوخة وضمور بالعضلات، لأنه بنعرف أنه العضل ببلش شوي شوي يفقد 1-2% مع العمر، وهذا شيء طبيعي بيولوجي. بليز وقفوا العلكة، ممنوع العلكة أكل أكثر من 3-5 دقائق، 2-3 باليوم، وبس مباشرة بعد الأكل أو إذا حسيت أنه ريقكم منشف. خلينا نستعرض أنا ومشاهدين شوي من النتائج. عضلة الماستر بس تتضخم بتعطي بشاعة للوجه وعرض من منتصف الوجه مش من الجو لاين، بتبين السيدة ناصحة. بهيدي بنشوف قبل وبعد الجلسة كيف رجعنا قدرنا نعمل استدارة وتحديد للأوفال تبع الوجه ونرجع نستعيد جمال خط الحنك. شوف صورة اللي بعدها. شوف الصور اللي بعدها. يعني في فرق كبير بضخامة الوجه. بيعطي عمر، يعني بتشوفيها على الشمال بتلاقيها كبيرة بالعمر، إنما بتشوفيها على اليمين بتلاقيها صارت شابة أكتر. شابة أكتر. هلا فينا نعمل كومباين ثيرابي. هاي السيدة اللي شفناها هون بس تصير أكبر بالعمر، شوفي خطوط الحزن يلي كنت عم بحكي عنهم قبل شوي. على طرف التم. على طرف التم، وكمان تحديد
للجولان، يعني بنشوف على الزاويه تحت الدينه، بنرجع بنعمل 90 درجه لانه بتدوب مع العلكه، بتنزل كلها لتحت وهون بصير في ذوبان، فبنرجع بالفيلر او بالايدرو اباتيت دو كالسيوم بنرجع بنعيد نحت للشيب تبع الحنك لنرجع نعمل في بالجولان ونرجع نعمل خط بين الدقن وخط الحنك، وهيدي سامه جماليه اساسيه لازم تحتفظ فيها كل السيدات، وبس يحسوا انه صار في عندهم تقل ونصاحه بخط الحنك لازم يروحوا يستشيروا ويشوفوا من شو السبب، هل هو العلكه، هل هو الكاز على الاسنان، هل هو تراكم الشحميه بالدبل تشن، هل هو ترهل كامل مع العمر، فاذا كل وحده من هالمقومات إلى حالة. هل في حالات مستعصية معقول ما نقدر نعالجها؟ إيه إذا بيكون في عندك كومبلكس يعني ناصحة كتير، عندها كتير دوبتشن كتير قوي، أو في عندها شيء اسمه تركي نك يعني ما بتلاقي رقبتها وحنكها وين، بيكونوا موصولين ببعضهم ما بيكون في عندها هدول العضلتين تحديد صحيح. ما بيكونوا مبينين. إذا بيكون في عندها ترهل كتير قوي، إذا خسراني وزن كتير، إذا في عندها ترهل جلدي سكين لاكسيتي، ساعتها بدها تعمل لايبوساكشن وترجع تروح عند طبيب التجميل يعملوا لها شفط دهون، يرجعوا يشدوا لها عضلاتها ويسحبوا زيادة الجلد وتعمل من الليفت تو ستيتشز ورا الدينة لترجع تحدد الجولان. من بعد ما تعمل العملية نرجع منقلها كمان ممنوع العلكة، إذا عندك ضغط نفسي ممنوع تشدي على الأسنان، إذا بتشدي على أسنانك وبتعلكي كتير عندك وجع راس وجع أكتاف طوشة براسك دوخة بمنتصف النهار برين فوغ ما بتقدر تركزي مضطرة تاخدي كتير كافيين لتركزي، بيكون السبب مش منك أنت بيكون من شي عضلة أوفر أكتف أو بيكون في ستريس عندك بهالمنطقة، بادري الاستشارة لحتى تعرفي من وين جاي موقف نقطة الضعف وشو اللي عم بيسبب لك كل هالسيمبتومز اللي عم تعطيكي كل هال إذا بدك العوارض الفيزيولوجية والتشويه التجميلي بمنطقة أسفل الفيس وبمنطقة الصدغين. يعني سلبيات العلكة والمضغ أكثر بكثير من إيجابياتها اللي هي صح. سهلة صح. جدا وفينا نستعيد بكثير أمور عنا خبيرة العناية بالبشرة ومكافحة الشيخوخة كارول زمروت، شكرا جزيلا على النصائح اللي قدمتي لنا إياها. مشاهدينا سنذهب الآن إلى هبة لنرى ماذا لديها. شكرا لك راوية ولضيفتك أيضا، والآن سننتقل إلى مطبخ صباح النور وفقرة ولا أشهى. صباح الخير مجددا من مطبخ صباح النور، وجينا لقسم الحلويات. نحن عنا وصفة حلاوة الجبن، هيدي الوصفة جاية من ثقافة المطبخ الشمالي عنا بلبنان وتحديدا من منطقة طرابلس، بس اليوم عادة أنا معودتكم أتفلسف بأطباقي، فاليوم رح أحشي حلاوة الجبن بالكاسترد ورح نعمل طريقة الكاسترد بالبيت مش المعلبة. هيدي الوصفة بتتألف من 5 مراحل. أول مرحلة إنه نحن نجيب الجبنة ونختار الجبنة الصح اللي بدنا نحليها ليلة كاملة. شو يعني نحليها؟ يعني نشيل منها الملوحة، والجبنة لازم تكون الجبنة اللي بتدوب، يعني عنا يا إما جبنة العكاوي يا إما الجبنة المشللة. في نوعين للجبنة العكاوي، جبنة العكاوي البيضة هي للأكل ما بترفع أبدا لحلاوة الجبن، وعنا الجبنة اللي بتنعمل مناقيش هي هيدي اللي بتكون فيها ملح وقاسية، هي من أول شيء منغسلها 3 مرات طبعا بمية شرب، وبعدين منحطها بقلب جاط من بعد ما نقطعها، ومن كل تقريبا 2 ساعة منشيل المي ومنحط مية تانية لليلة كاملة، يعني من عشية للصبح ليلة كاملة منحل الجبنة، وساعتها بتصير الجبنة خرج إن نبلش نعمل فيها يا إما حلاوة الجبن يا إما كنافة بجبن. كيف نعمل تاني مرحلة اللي هي عملية ذوبان الجبنة؟ ذوبان الجبنة منجيب طنجرة نحط بقلبها مي ومنحطها على النار لتغلي، منجيب فوق منها طنجرة أصغر منها لتقدر تقعد عليها، ومنحط الجبنة مثل ما حطيت هلا اللي بدنا نحليها، ومنتركها على البخار اسمه حمام البخاري لذوبان الجبنة، ومنترك الجبنة لحتى تبلش مثل ما شايفين عم بتدوب، لحد ما يبطل عندي هودي حبيبات الجبنة وتدوب نهائيا، ساعتها نبلش نشتغل بعجينة حلاوة الجبن. ثالث مرحلة بدنا ننتقل عليها هي صنع القشطة أو الكاسترد يلي بدي أحشي فيها حلاوة الجبن. من حليب عم يغلي بحط 4 صفار بيض،
رح نضيفهم على الحليب عم يغلي، لأنه دايما منعرف أنه البيض ما منحطه على البارد، لازم نحطه على السخن. يعني عم تعملي الكاسترد، مش عم بنجيب الكاسترد اللي بكون موجود بالسوق اللي بنحط باودر. أكيد، يعني عم بعمل الكاسترد من أول وجديد. منبلش نحرك البيض مع الحليب السخن لحتى يستوي البيض من حرارة الحليب. ما رح تزيديه فانيل لأنه أكيد هلأ حنزيد كل شيء. حنزيد ماء زهر ورح نزيد فانيل. فيك تزيدي برش حامض إذا بتحبي طعمة برش الحامض، بس لو وصفتي ما بتلبق أبدا الحامض. هلأ بقلب الجوت رح دوب النشا. احنا قلنا بالمقادير ملعقتين من النشا كبار، دوبهم بالماء طبعا لأنه دايما منقول النشا ما فينا نحطه على السخن. بعد ما يدوب النشا عندي رح ضيف كوب من الطحين ودوبهم وضيفهم فوق البيض والحليب. اوكي فينا نستعمل خلاط الكهرباء؟ هي ما بدها يعني هالقد خلاط، هلا دغري يعني حرارة الحليب بتذوبهم، ما بدها كل هالقد انه نشتغل فيها، هي سهلة. شفتي كيف جمدت؟ هيدي شو بيقولوا الحشوة بدي اياها سميكة لأقدر لف فيها حلاوة الجبن. نعم. عشان هيك ضفت يعني أنا في أعمل كستر لما بدي أعمل بالبيت، في أعمله بهالطريقة من غير ما أجيبه من برا يعني. صح، أكيد صح. بس انه بينضاف عليه سكر يمكن. بينضاف عليه سكر، ودائما الكاستر اللي بالبيت بيكون لون الصفار اخف من البودره لانه طبعا مش حاطين لها صبغه. نعم. هون هي عم تستوي وتشد الحشوه اللي بدي احطها، رح ضيف السكر لشراب السكر يلي بدي حلي فيه حلاوه الشربة. كيف عملنا السكر؟ حطيت كوبين من السكر مع نص كوب من المي لأنه بدي إياه يشد. رح ضيف شوية فانيلا على شراب السكر، رح ضيف ماء زهر وماء ورد مع بعضهم، رح ضيف كمان هون ماء زهر وماء ورد وفانيلا. وين؟ على الكاسترد. هيك منكون عملنا ثلاث مراحل، بضل عندي آخر مرحلة الخامسة اللي هي مرحلة الحشوة واللف والتزيين. نعم. من شو منلفها؟ بلفها طبعا بالكاسترد وبحط مع فستق الحلبة. في نوع جبنة معين شاف بينحط؟ ذكرنا نحن أول شيء ذكرنا العكاوي. نعم. ذكرنا الشلل. كل جبنة بتدوب ومالحة منحليها قبل بيوم ليلة كاملة، وطبعا كل ثلاث ساعات منبلش نغير المي ليلة كاملة. الفكرة هلا انه فينا نحن نستعمل الموتزاريلا فريش، هيدي جبنة منشوفها دايما بالبرادات بقلب علب فيهم مي، هاي الموتزاريلا بتوفر علينا عملية تحليتها وبلس بتعطي طعم كتير اطيب. بس كتير اغلى بتطلع يعني. نعم. الوصفة بس طبعا اطيب بكتير. هون بلشت أو تقريبا دابت الجبنة. نعم. شو بدي تضيف عليها لحتى تكمش وتصير عندي عجينة حلاوة الجبن؟ بدي تضيف طحين فرخة اللي هو سميد الناعم. نعم. بيجي لونه أفتح من السميد الخشن لأنه طبعا مطحون. بدي ضل ضيف لحتى يشد. هون عندي طحين فرخة، أنا حاطة تقريبا نص كوب من طحين الفرخة للنص كيلو جبنة، وللكيلو الجبنة طبعا كوب. بهيدا الشكل تصير حرك وشدها للجبنة هيك. اوكي لحتى تاخد الطحين كله. اذا حسيتها انها شديدة اكتر من اللازم ببلش ضيف من هيدا القطر او شراب السكر يلي عم بعمله، وهيك الجبنة بتاخد طعمة السكر وبتسمك من السميد الناعم وبضل بهيدا الشكل مدها واعجنها لحد ما تتشكل عندي عجينة ماسكة. رح نرجع نعيد. دوبنا الجبنة العكاوي المحلية، دوبتها بحمام بخاري طنجرة مي سخنة فوقها طنجرة تقدر
تزبط عليها. ودايما المي بدنا نحطها هالقد عشان اذا حطينا مي كتير وحطينا الطنجرة فصار عندي لا دايما بحط هالقد مي وبحط الطنجرة وبتركها تحمى على هيدي الطريقة. بحط الجبنة وبدوبها هيك وبخلطها مع السميد الناعم طحين فرخة والقطر شراب. هلا بهاي الطريقة بعد ما خلص بشيلها هي وسخنة وبمدها هيك بإيدي. بدهم يقدروا يتحملوا الحرارة بهيدا الشكل. بعد ما مدها وتكمش وتصير عندي عجينة رح أرجع رجعها على الطنجرة كرمال ما تبرد. بصير أخذ الكميات القليلة ومدهم وأحشيها. فرن عنا صار جاهز. نحن عملنا وصفة الأرض شوكة بالبيشامال بأول فقرة وطبعا بآخر فقرة رح نقدمها. هون القطر أول ما يبلش يغلي منخفف تحته اللي هو شراب السكر، نكهناه بالفانيليا، نكهناه بشوية مسكة هيك بتعطيها طعمة طيبة، وخاصة المسكة هي من النكهات العربية الطيبة كتير، وماء الزهر والماء الورد. هون رح ضل حرك بالحشوة لحتى تسمك أكتر واتأكد أنه استوى البيض، لأنه منعرف أنه البيض إذا ما استوى كتير منيح وضل ليلة أو ليلتين ممكن يسمم، فلازم نحنا نتأكد أنه البيض عم يستوي. كيف منعرف؟ لما يصير يغلي كتير منيح ويشل. طيب شاف طريقة الحشو هل رح يشوفوها المشاهدين؟ أكيد آخر فقرة أنا رح أحشيها قدامهم عشان هلأ إذا حشيتها بتبرد هيك اخر فقره. يعني اصلا على الطريقه الترابلسيه في اكثر من طريقه للحشو، احيانا بيتقطع باللف واحيانا بيتقطع وبنحط القشطه او نعم نعم اوكي. هلا نحن ما فينا نحشي لانه طبعا الكاسترد لازم يكون بارد، وانا قصدت فرجي المشاهدين كيف تتحضر الكاسترد، ما كان في يحضر قبل بوقت. فدائما باخر فقره ان شاء الله راح نجهزها. يعني هلأ حضرتك اخترت الكاسترد ولكن هي معقولة تكون قشطة الحشوة؟ معقولة هي قشطة القشطة الترابلسية الأصلية. هي القشطة. هلأ أنا بدي شيل صينية البيشامال من الفرن، هعيد على السريع كيف عملناها. نعم وكتير طيبة شكلها. هون القطر صارت جاهزة. نحنا حضرنا الأرض شوكة يلي ذكرنا أنه الأرض شوكة هي من المواسم اللي هلأ الخضار اللبنانية اللي كتير طيبة، مش بس بلبنان، بكل البلدان يلي تقريبا جو معتدل يعني مقدروا ياخدوا هيدي الخضار الطيبة. حشيتها خضار مسلوقة وحشيتها بصل أخضر، قليت لحمة حطيتها على الوجه على جنب. عملت البيشاميل طريقة كتير سهلة وطيبة. غليت لتر من الحليب، دوبت معه ملعقتين من النشا ونكهت بجوزة الطيب وبهار أبيض. ضلينا نحرك، وطبعا النشا لازم يتدوب بحليب بارد على جنب. ضلينا نحرك وغطسنا هيدي الأرض شوكي يلي حشيتها ودخلناها على الفرن تقريبا مدة مش أكتر من ربع ساعة، لأنه كل شيء فيها مستوي. أرض شوكي طبعا يا منسلقها يا منقليها قبل، بس الأفضل إنها تنسلق لأنه شوي قاسي. نسلقها نحشيها منغرقها بالبشاميل وبيتقدم معها الرز الأبيض البسمتي. نعم. هلأ هون مثل ما قلنا ما بدنا ننسى أنه نحن بدنا نضل عم نحرك العجينة كرمال ما تبرد. يعني تقريبا قد الكمية اللي هذه الكمية اللي عملتيها كم حبة بتعمل كم قطعة؟ دايما نحن قبل بمرة ذكرنا انه وصفاتي عم تنعمل لعائلة من 4 أو 5 اشخاص، بس هلا هيدي بدها تعمل لي تقريبا شي 12 قطعة. يعني حلو. كل نص كيلو بتعمل لي 12 قطعة. حلو يعني رح يوصلك نصيبك من حلاوة الجبن. ضروري. راوية بعرف ضروري. انت انا بنت عكار يعني بنت طرابلس فهيدي الحلوة الترابلسية. وهلأ بدنا نروح أنا وأنت لفاصل إعلاني صغير وبنرجع بعده للأخبار السياسية وفقرة استشارة. ابقوا معنا. وعدنا مشاهدينا والآن إلى أبرز المستجدات السياسية مع زميلة رويدة بوعيد مع الخبر. شكرا سعد.
أهلا بكم مشاهدينا، وهذا موجز أهم الأنباء. وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق يعلن أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد أمس الأحد بلغت 49%، مضيفا أن النتائج الرسمية ستعلن اليوم الاثنين. وكشفت النتائج الأولية غير الرسمية تقدم حزب الله المدعوم من إيران وحلفائه السياسيين وتراجع تيار رئيس الحكومة سعد الحريري. حركة النهضة التونسية تتصدر نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في البلاد متبوعة بحزب نداء تونس بحسب نتائج أولية غير رسمية، بينما بلغت نسبة المشاركة 33.7% بحسب مصادر رسمية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن نية بلاده شن عمليات عسكرية جديدة في المنطقة الحدودية مع سوريا. الرئيس الإيراني حسن روحاني يقول إن إيران أعدت خططا لمواجهة أي قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الاتفاق النووي مع طهران، مضيفا أن واشنطن ستندم على مثل هذا القرار. نجاة وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال من محاولة اغتيال بعد إطلاق النار عليه في مسقط رأسه بإقليم بونجاب، والشرطة تلقي القبض على المهاجم المنتمي إلى جماعة متشددة. بعد انتظار دام 9 سنوات انتخب اللبنانيون أمس برلمانهم الجديد بعد تمديد لسلفه 3 مرات. استفاق الجميع اليوم على مشهد جديد يتصدره فوز كاسح للثنائي الشيعي وتراجعا بدلالات كبيرة لتيار المستقبل الذي خسر مقاعدا في دوائر نفوذه الانتخابية، وتطويق للتيار الوطني الحر وتقدم لافت للقوات اللبنانية، ولا ننسى خرق المجتمع المدني ولو بمقعدين في دائرة بيروت الأولى. ما دلالة هذه النتائج وكيف يمكن استشراف المرحلة المقبلة في لبنان على الساحتين الداخلية والخارجية؟ سؤال يجيبنا عليه الكاتب والمحلل السياسي سعد كيوان. صباح الخير أستاذ سعد. صباح النور، يعطيك العافية. مشهد لافت اليوم، بداية هل كنت تتوقعه؟ يعني إلى حد ما نعم، على اعتبار أنه يعني ما كان مخططا له، يعني لدور هذا المجلس القادم الجديد وتوزع القوى فيه هو يقارب إلى حد بعيد ما كان، يعني ما هو حصل بالفعل. نحن دخلنا على انتخابات نيابية، يعني عشية انتخابات قبل 2 أو 3 شهور بموقف واضح، مثلا بداية من الثنائي الشيعي الذي أعلن أنه يريد أن يسيطر على كافة المقاعد الشيعية في البرلمان وهي 27 مقعدا. حصل على هذا الأمر، يعني باستثناء على ما يبدو مقعد واحد في منطقة في دائرة جبيل. أيضا كمان حصل على مقاعد إضافية، وهي في مقاعد مسيحية في جزين، ومقعد سني في صيدا، ومقعد سني في بعلبك، يعني ثبته حزب الله. وبالتالي وبالتالي هل هذا طبعا ثبت، يعني عزز مواقع يعني قواه في كل هذه الدوائر اللي هو كان اصلا يعني قويا فيها. بالتالي البلوك، يعني هذا البلوك الشيعي هو عاد باكثر قوة الى مجلس النواب. بالمقابل هناك الظاهرة الأكثر لافتة هي يعني تراجع بشكل واضح لتيار المستقبل، يعني لحريري، وخسر مقاعد بطبيعة الحال إذا شئت بعقر داره، يعني في بيروت، في صيدا، في طرابلس، بالمناطق الدوائر الأساسية التي له كان فيها الثقل الأساسي. ما هي أسباب هذا التراجع برأيك أستاذ؟ أسباب كثيرة يعني. وبالمقابل قبل بس ننهي هالاستعراض، بالمقابل هناك التيار العوني الذي يعني بشكل أو بآخر حافظ على تقريبا بشكل شبه يعني كامل على حجمه من المقعد من المجلس السابق. لم يخسر أي من مقاعده؟ خسر مكان وعوض في مكان، بالتالي أعتقد أنه أرقامه تتراوح تقريبا يعني مع حلفائه الأرمن تتراوح بين 20 و22 مقعد، هذا ما كان حاصل عليه في المقعد في البرلمان السابق. إذن واللافت أكثر هو الظاهرة اللافتة هي أنه تقدم الأكثر واحد، يعني أكثر تقدم هو تقدم القوات اللي نحن عمليا قد دوبلوا، قد ضاعفوا يعني عددهم، إذا كانوا
8 نواب في 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 البرلمان السابق اصبحوا اليوم 15 او 16 نائب. اذا يعني تم ضعف المعقد، وهذا الوحيد اللي ضعف. وهناك بعدين على الهامش يعني على الاطراف خسارات وتبدل مواقع، في هناك صعود ايضا لافت بما يخص ايضا المستقبل، طيار المستقبل يعني في غريمه الاساسي يعني نجيب مئاتي في طرابلس حقق على ما يبدو 4 مقاعد. صح. وهو اصلا كان يعني في المره الماضيه انتخب على لوائح المستقبل. نعم. نجيب مئاتي. سنأتي على تفصيل كل هذه النقاط. الظاهرة ربما الظاهرة الأكثر إضاءة وبالتالي جريدة بالاهتمام الوحيدة بتقديري من هذا كل هذا البانوراما هو يعني نجاح يعني على ما يبدو مقعدين من المجتمع المدني التي هي خارج الصفاف السياسي والأحزاب والصراع على السلطة، مقعدين في دائرة الدولة الأولى وهنا هنا سيدتين. بالتالي هذا أمر يعني جيد وإيجابي يعني، ولكنه كان ممكن أن تكون هذه الظاهرة أشمل وأوسع بدليل أنه كان في هناك مجموعة لوائح. هل الظاهرة ماذا يعني؟ أنا بتقديري يعني أستاذ سعد سأتي على يعني تفصيل كل نقطة من هذه النقاط التي ذكرتها، ولكن قبل ذلك أود منك تعليق على نسبة المشاركة التي لم تتخطى 50%. صحيح. أسباب هذا التراجع في الإقبال برأيك؟ صحيح. هذه أول ظاهرة مهمة طبعا رافقت الانتخابات وهي التي أثرت بتقديري على نتائج وعلى حسابات ماكينات القوى السياسية، لأنه ربما هذه المرة يأتي يقترع فيها أقل نسبة قياسا بالانتخابات السابقة. في أماكن هناك في دوائر كان حتى يعني تحت 30 أو حوالي 30%. صحيح. بالتالي تخفيض نسبة الاقتراع المنخفضة هي أثرت على الكتل الكبرى التي كانت تراهن على أنه يعني كثرة الإقبال تمكن هذه الكتل الكبرى من رفع الحاصل وبالتالي من رفع المقاعد. هذا كان يعني عنصر أساسي بتأثير على النتائج. هذا أسبابه أولا بتقديري أنه في هناك فعلا خلينا نقول يعني نطلع من يعني تفصيل الداخل يعني اللعبة داخل قلب المجلس، أنه في هناك طبعا استياء وتململ عند اللبنانيين يعني بشكل واضح. في هناك أرف، في هناك قرف من هذه الطبقة السياسية التي تجدد نفسها باستمرار والتي لا تغير في الأمر شيئا، وبالتالي تمارس وعود وتمارس أكاذيب وتمارس ويعني تراجع في السياسة. وبالتالي البلد اليوم بأيدي هذه الطبقة السياسية يبدو بدون قرار بدون خيار، يبدو يعني يبدو غير ماسك زمام أموره. بالتالي أكيد في هناك موجة من الاستياء أنا بتقديري عند كثيرين. ثانيا أو ثالثا هناك طبيعة الحال وهذا ما أظهره أيضا يعني الاغتراب، يعني الاغتراب هو عمل طوعي انتخاب المغتربين، يعني أنه كل من يتسجل يعني هو يريد أن ينتخب، أنه في الخارج يجب أن تتسجلي في اللوائح، إذا لم تتسجلي ليس بإمكانك أن تنتخب. بالتالي أنا رح تسجلت كي أنتخب وبعدين لم أنتخب. بالتالي كانت نسبة كتير متدنية في الاغتراب. فماذا يعني؟ ماذا يعني أنه في هناك تباعد واضح بين السبب الآخر هو أيضا القانون ما نحكي عنه. السبب الآخر هو القانون، هذا قانون هجين، قانون يعني بالعربي الدارج خنفشاري، يعني القانون فعلا شيطاني من صنع من يعني على شكل من صنعه. كيف يكون قانون يعني يراد حق به باطل نسبية؟ يعني كيف تكون النسبية على أولا دوائر صغرى؟ هذا واحد. لا يمكن أن تكون دوائر نسبية على قانون نسبي تمثيل نسبي على دوائر صغرى. ثانيا لا يمكن أن يكون تكون اللوائح مقفلة بهذه الطريقة وأنت تجبر الناخب على أن يختار هذه اللائحة بكاملها ولا يحق له التمييز بين شخص أو آخر. أعطيها فرصة الصوت التفضيلي. ثالثا صوت التفضيلي أيضا لا، ولا في أي أنو بالعالم في صوت تفضيلي واحد، بيكون في أكثر من صوت تفضيلي. الرابعا الصوت التفضيلي أسوأ وأسوأ من ذلك، صوت تفضيلي حصر في زاوية من الدائرة، يعني في دوائر مشكلة من مجموعة أقضية. فأنا إذا كنت من قضاء شو بعرفني، نفترض قضاء صور بدي صوت يعني بحط اللائحة، ولكن صوت التفضيلي لا يمكن أن أختار آخر صوت تفضيلي من دائرة من دائرة نفسها ولكن من غير قضاء، يعني من الزهراني مثلا يجب أن أختار صوت تفضيلي من صور. بالتالي هذا حول صوت التفضيلي إذا شئت كمان هذا جزء من المعركة، حوله لصوت طائفي في المناطق، في المناطق المختلطة حول صوت التفضيلي تحول إلى صوت طائفي، لأنه أنا إذا أنا مسلم في هذه الدائرة وفي هناك مسيحي راح أصوت للمسلم على ضوء تركيبة الواقع. حتى تقسيم الدوائر كان على هذا الأساس. طبعا بالشمال في هناك دائرة كاملة كلها مسيحية، يعني مقاعدها نوابها كلها مسيحيين،
وفي عاد عنهم جبل لبنان كلهم هكذا لم يكن في محاولة لإعادة خلط يعني وعد يعني من جديد. إذن التململ من الواقع السياسي كما ذكرت أستاذ سعد وعدم الأمل بأنه شيء سيتغير في المستقبل، وأيضا هذا القانون الانتخابي ساعد في تراجع نسبة الإقبال، ولكن هذه المرة كان هناك مثلا لوائح للمجتمع المدني عديدة، وهذا المجتمع جديد يعني نوابه أو مرشحوه من الشباب ومن أيضا المتخصصين في كافة المجالات، لماذا هذا لم يشجع الناس على النزول للتصويت لهذا المجتمع برأيك؟ أولا مع الأسف كان هذا المجتمع المدني الذي نشط آخر سنوات وكان فاعلا وناشطا على مختلف المستويات في أكثر من دائرة وأكثر من منطقة، كان قضية مشكلته الأساسية أنه لم يكن موحدا، يعني لا يمكن أن يكون هكذا يعني لوائح، ممكن أن يكون في كل دائرة لائحة، وإنما لا يمكن أن يكون هناك 4 أو 5 لوائح من المجتمع المدني في نفس الدائرة. يعني مهما كانت الخلافات أو التباين بين هؤلاء لا يمكن أن لا يكون هناك حد أدنى قاسم مشترك لمواجهة يعني لوائح السلطة. يعني هذا شدد الأصوات. هذا أكيد شدد الأصوات بطبيعة الحال. اثنين، يعني أنا بتقديري في بعض المعارك التي خاضتها يعني المجتمع المدني لم يعطي ثقة كاملة لكثيرين من الناس والناخبين، لأنه يعني في معارك خيضت بشكل خاطئ وبالتالي كان نتائجها فشل. وربما الناس أيضا لا تصوت لمن لا تعرفهم؟ طبعا هذا كمان عنصر آخر لا تعرفون. 4 الناس يعني خلينا كمان نقول خارج يعني التحليل اليومي أنه في هناك طبعا عند شعبنا وشعوبنا في بعض جاذب الزعيم القائد القيادي الحزب القوي الذي يعني يبهر الناس أنه في هناك حزب قائد عنده 10-15 مقعد وهو هون قائد وبيخطب وإلى آخره، هذا يشد الناس، بحاجة الناس إلى قوي إلى بالتالي هذه المجتمع المدني ما زالت طرية العود، وبالتالي معركته طويلة في لبنان يعني الأيام كي يتمكن من يحقق يعني بعض المواقع والمكاسب. لنأتي على نقطة تراجع تيار المستقبل في هذه الانتخابات، وكان تراجع لافت جدا. لافت أيضا أستاذ سعد لأنه في الفترة الأخيرة خصوصا بعد حدث الاستقالة الذي حدث في 4 نوفمبر من العام الماضي وكل هذا الالتفاف الذي حصل يعني من حول الرئيس سعد الحريري أوحى بأنه هذه الانتخابات ستصب في مصلحته، تشتت الصوت السني في أكثر من منطقة وخسر تيار المستقبل الكثير من المقاعد في دوائر نفوذه الأساسية. صحيح. أسباب هذا التراجع برأيك؟ يعني خسر تقريبا حوالي 10 مقاعد تيار المستقبل. هل أولا هذا سبب يعني السبب موضوعي هو القانون، قانون هذا اللي وضع هو قانون يعني قائم على أساس نسبية، لابد أنه يعني حجم القوى الكبرى اللي كانت تصعد على أساس الأكثري، هذا أول أمر. ثاني أمر بطبيعة الحال في كان هناك ضياع على ما ظهر عند المستقبل وكيف طريقة يعني تعامله مع الانتخابات وتأليف اللوائح ومن حلفائه ومن هم يعني أخصامه، يعني كان في هناك تقاطع وتضارب في دوائر بين تحالف وآخر. أهم من ذلك في السياسي أنا أعتقد أنه صحيح ما حصل في نوفمبر الماضي كانت ردة فعله المباشرة أنه نوع من تعاطف مع سعد الحريري، ولكن هذا الأمر لا يمكن كان أن يستمر، لأنه أولا أظهر أنه سعد الحريري يعني قابل يعني لا إذا شئت للأضعاف، يعني بطل راحت هذه الصورة للزعيم الشاب القوي القائد الذي يعني صعد على موجة يعني من 2005 إلى اليوم، وبالتالي هيدا أثرت من الناحية جعلت الأخصام يعني مستعدين أكثر أنهم يعني يطحشوا على في أكثر من موقع. رابعا في سياسة الحريري عفوا يعني أهم في سياسة الحريري رغم كل هالشيء كان ممكن أنه يعيد هو ترتيب الأوضاع بعد عودته إلى الحكومة، ولكن وهذا هو بيت القصيد برأيي الشخصي لكل الانتخابات وكل خلفياتها وراءها وكلنا أنه بالانتخاب بالحكومة كان ممكن هذا التحالف هذه التسوية الصفقة التي أتت بجنرال ميشيل عون رئيس الجمهورية وسعد الحريري رئيس الحكومة هي وراء كل هذا ما يحصل اليوم. هذه التسوية أنا برأيي تسوية صفقة، وبالتالي ما تلاها من أداء
للحريري في الحكومة خلال هالسنة ونصف هي التي يعني جعلت منه قابل للاختراق وبالتالي أضعفته. هل هذا التراجع؟ على طول كان في استمرار في تسويات يذهب إلى تسويات. نعم. وبالتالي القرار. ولكن لولا هذه التسوية أستاذ سعد لما كان يعني جاء إلى سدة رئاسة الحكومة ولما حصلت الانتخابات ولما انتخب الرئيس عون رئيسا إذن يعني كانت تسوية مربحة للجميع وليست فقط ما بعرف إذا مربحة للجميع مربحة لأطراف اللي عملوا تسوية وليست مربحة بتقديري اولا حتى اللي يعني من صنعها ليس يعني بلديه ربح كافي يعني هذا سعد الحريري اول الخاسرين اثنين ليست مربحه للبلد لانه لا يعني انه اذا كنا بينا برئيس جمهوريه كل الفتره يجب ان ننتخب باي طريقه وبالتالي يعني ان نعمل صفقه يعني هي اذا شئت نتيجه الانتخابات اليوم الاساسيه هي انه اللي ضرب او اللي تضرر هو هيدي الصفقة. نعم. هيدي التسوية الثنائية يعني حريري. هل هناك التخوف من تسميته لرئاسة الحكومة المقبلة؟ لا لا أعتقد لا أعتقد لأنه أولا هو يبقى الطرف الأقوى على الصعيد السني وعلى الصعيد كمان النيابي بشكل عام هيدا أولا يعني رغم أنه هناك في خروقات في يعني المقاعد السنية وثانيا لأنه في هناك إرادة سياسية تريد أن يبقى يعني في هناك من خطط إذا شئت لإضعافه وبنفس الوقت لكي يبقى رهينة له ويعيده يعني الثنائي الشيعي يريد أن يعيد سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة ولكن يعيده بشروطه. نعم. هل تتحمل المملكة العربية السعودية نتيجة هذا التراجع لأحد أبرز حلفائها في لبنان؟ قبل أن تجيبني أستاذ سعد أود أن أنقل إليك ما نشرته صحيفة هارتس الإسرائيلية منذ يومين لتسيفي برئيل كاتب إسرائيلي وفي تحليل الانتخابات اللبنانية يقول بالنسبة لإيران التي تساعد بشكل كبير حزب الله ومؤيديه فإن ولي العهد السعودي أثبت أنه عندما لا يكون قادرا على القيام بعمليات سياسية فإنه ينطوي على نفسه وكأنه يقول بأن إيران دعمت حلفائها في لبنان بينما المملكة العربية السعودية أضعفت حلفائها ولم يعني تعمل على تقويتهم في وجه خصومهم المدعومين من إيران. يعني هذا إلى حد صحيح إلى حد كبير يعني هذا القراءة واضح أنه طبعا موقف السعودي أظهر بهذه الانتخابات أنه يعني إلى حد ما متفرج يعني لم يتعاطى بشكل مباشر لم يتدخل ولم يحاول على ما يظهر أن يكون يعني مؤثرا فاعلا باعتقادي أنه السعودية بعد اللي حصل الأشهر الأخيرة وبعد حصل مع الحريري وبعد حصل مع فضلت اختارت أن تقف يعني بعيدا على الحياة تتفرج على لكن شك لماذا ما الذي جنته من ذلك جنت أنه أولا طبعا هي أولا السعودية ترفع خطأ اللي ارتكبته يعني في تشرين الثاني الماضي يعني هذا كان أمر يعني فعلا كانت خطأ كبير يعني في السياسة في التعاطي مع الشأن اللبناني. ثانيا هي أيضا أمام لوحة ربما في العمق لا يعني لا تضر فيها كثيرا أنه يصبح هناك أكثر من طرف سني وبالتالي عنده قدرة على التعاطي مع هذا الواقع ومسيرة بين طرف وآخر. هناك أصبح هناك نجيب مئاتي عنده 3-4 مقاعد أصبح هناك فيصل كرامي دخل لأول مرة مجلس نواب يمكن أن يدخل هناك كمان عبد الرحيم مراد في بقاع الغربي يلي هو واحد من المرشحين يعني أو الأحرى يعني الأسماء اللي ممكن أن تنطرح كرئيس حكومي وبالتالي هو مقرب من الطرف السوري. نعم. بالتالي صار في هناك يعني مروحة من الخيارات التي كل هذه الخيارات عفوا كلهم في النهاية يعني لا يخرجوا فعلا أو أنه لا أو يتمنوا أن تبقى علاقتهم جيدة مع العربية. نعم. السعودية أيضا بعد الفوز الساحق الذي حققه الثنائي الشيعي هناك وزير إسرائيلي وزير التعليم نفتالي بنت صرح لرويترز بتصريح يعني لافت جدا يقول دولة إسرائيل لن تفرق بين دولة لبنان ذات السيادة وبين حزب الله وستعتبر لبنان مسؤولا عن أي عمل داخل أراضيها وباتت إسرائيل تساوي اليوم بين لبنان وحزب الله بعد نتيجة هذه الانتخابات كيف تعلق على ذلك؟ يعني مع الأسف بعتقد أنه يعني صحيح هذا يعني اصلا هني بيعتبروا لبنان اصلا من كم سنه بهذا التصور فكيف اليوم بعد اثبتت اليوم هذه الانتخابات فكيف اليوم بعد هذه الانتخابات يلي عادت الثنائي الشيعي بقوه سواء باحكام قبضته على الطائفه الشيعيه او بتحقيقه كمان مواقع متقدمه مع حلفاء يعني اليوم ممكن ان يكون الثنائي الشيعي اضافه الى حلفائه يشكل اكثر من سلسله برلمان في لبنان وبالتالي يصبح اذا في السياسه يصبح له حق
في يعني ممارسة الممانعة بالعمل بالمعنى العملي، يعني بمعنى أنه أبدا يعني يسيطر على قرارات يعني داخل مجلس النواب داخل الحكومة. دهمنا الوقت أستاذ سعد، ولكن تعليق سريع على هذا التقدم الساحق الذي حققه القوات أو حققته القوات اللبنانية، والتراجع الذي يعني منيت به الكتائب اللبنانية 3 مقاعد بعدما كانت تشغل 5 مقاعد في البرلمان السابق، أسباب يعني حدثة. القوات أعتقد أنها خاضت يعني الحزب خاض معركة الانتخابات بشكل جيد وذكي، فهم أن التحالفات لن تنفع وبالتالي هو غير قادر على إجراء تحالفات كبرى لأنه هذيك الكتل أكبر منه وأقوى وإمكانيات يعني السلطة هي أقوى، فرجعها إلى لوائح تقريبا في أكثرية المناطق لوائح بحث قوات مع حلفاء مستقلين وحلفاء ناشئين ليسوا يعني بقدر بقوة، ولكن لعب هذه الورقة وعمل وقد حساباته أنه إذا أنا في كل دائرة أنجحت 1 فأنا بيصبح عندي على 14-15 مقعد من هذا البرلمان، وبالتالي كان الصوت مش كتير مرتفع، هذا مهم بعكس ما كان يفعل التيار يعني بعدين. لكن يعني صوت التفضيل ربما فاده هذه المرة، فاد القوات يعني هو المرة. صوته هو كان صوته له يعني صوت تفضيلي كسبه هو، بينما الكتائب مع يعني بالمقابل يعني مشكلتها أنه هي طبعا خارج كانت بالمعارضة كل هالسنتين السنة ونص الأخيرة وتبرد خارج السرب المسيحي خارج السرب، وبالتالي هي على خلاف مع الطرفين الأقوى المسيحيين. ثالثا مشكلة الكتائب أيضا أنه يعني خارج جبل لبنان ما زالت غير موجودة، مقاعدها السابقة كانت يعني من خلال تحالفات حصلت عليها بما كان يسمى في 14 أدار يعني الذي يعد موجودا اليوم. أستاذ سعد زكيوان شكرا جزيلا لك على حضورك وعلى كل المعلومات القيمة التي أفدتنا بها، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وصلنا إلى ختام الفقرة السياسية لهذا اليوم، نلقاكم في الغد إن شاء الله، كونوا معنا. أما الآن فعودة إلى الزملاء. شكرا لك رويدة والشكر موصول لضيفك أيضا. الآن مشاهدينا ننتقل إلى موضوع آخر. في أكثر الأحياء مشاهدينا يكون الزواج قصة حب بين شخصين توصلا إلى معرفة وفهم الشخصية وطباع أحدهما الآخر، فاختارا بعضهما البعض ليكملا حياتهما سويا في السراء والضراء. لكن هذا الأمر يا سارة لا ينطبق على الزيجات المدبرة المبنية على العادات والتقاليد التي تأتي نتيجة تدخل الأهل والأقارب. فما هو واقع الزواج المدبر في مجتمعاتنا العربية؟ ما هي سلبياته وإيجابياته؟ للغوص أكثر في هذا الموضوع نستقبل الاستشاري النفسي والاجتماعي أحمد يوسف ضمن فقرة استشارة. أهلا فيك أحمد. يعني لا شك الزواج المدبر هو أحد سمات الزواج في مجتمعاتنا العربية، كيف تصفها الآن مع هذا الزمن، وهل ما زالت مثل الأيام الفائتة أو لا؟ عم تتراجع الزواجات المدبرة بصالح للزواجات اللي هي قائمة على العلاقات الشخصية أو التعارف الشخصي خاصة بالمدن. هذا الشيء عم يتراجع بشكل ملحوظ، بس بعد الأهل لهم دور كبير بالموافقة أو عدم الموافقة أو بيأثروا على قرارات الزوج والزوجة، بس مش أنه هو أصبح الزواج مدبر، ولكن مع ذلك بعدنا لحد الآن نشهد زواجات مدبرة بأكثر المناطق. ممكن نحن نستغربها مثلا مثل بيروت، أنه ما حدا بتخيل مثلا بيروت أنه معقول يكون في زواج مدبر، في زواجات مدبرة مثل دمشق مثلا. نحن عم نحكي عن مدن كبيرة مفروض أنه هي تداخلت مع الحداثة وتداخلت مع الأشياء، مع ذلك منلاقي في زواجات مدبرة. هلأ التدبير صار أخف من قبل، بس بعده الأهل هن عم بيقرروا بمين تكون الزوجة، بس طبعا هالمساحة قلت كتير يعني عم بتقل أكثر وأكثر، عم بيصير القرار بهذا العملية للزوج والزوجة أكثر من الأهل. بس الفرق اللي عم بيضل موجود بعده لحديت الآن حتى لو كان الزواج مش مدبر، أنه الأهل موافقة الأهل هي أساسية وبتأثر كتير بحياة الأزواج. يعني يمكن الآن أصبحنا نشهد أنواع زواجات جديدة حديثة، صح، منها المرتبط بمواقع التواصل الاجتماعي. يعني بقينا نسمع كثير عن علاقات نشأت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتمت الزواجات بعدها، وربما في بعض المجتمعات الأكثر حداثة أو تراجعت أرقام الزواجات التقليدية ولكنها ما زالت موجودة. في حال زيادتها أو نقصانها، ما هي الأشياء التي قد تدفع بالأهل لتدبير الزيجات لأبنائهم أو بناتهم؟
هلا نحن بالزواج التقليدي المعروف بالمجتمعات العائلية اللي هي قائمة على العادات والتقاليد والمحافظة، فكان دائما الأهل لهم أدوار أساسية بإدارة الزواج، لأن الزواج هو عبارة عن النسل الأولاد، هو عبارة عن الثروة، هو عبارة عن الأموال كيف تتقاسم. مشان هيك دائما العائلة الكبيرة بتضل بتتحكم بهذا الموضوع، بتتحكم بالأنساب، بتتحكم في عادات وتقاليد إنه هيدا مثلاً العائلة فيها مرض ما بناخد منها، هيدي العائلة ما بيناسبونا ما بناخد منها، في عدة معايير بتتداخل بهذا الموضوع. ولكن مع كل هيدا الموجود بالنسبة للزواج التقليدي، الزواج التقليدي هو نحن ما لازم ننسى إنه هو نشأ عن مجتمع تقليدي. هلا هاي المجتمع التقليدي كل ما عم بخف العادات والتقاليد فيه التقليدية عم بخف ضغط الزواج التقليدي وعم بخف هذا الارتباط، ولكن هو ما زال موجود لأنه هناك مجموعة مصالح معقدة مع العائلة والزواج. صحيح. عم تضل مؤثرة جدا بالزواج. يعني مثلا أعطي مثلا مثال، في بعض الزيجات إذا ما تمت يمكن الأب ما بيعطي ورثة وما بيعطي مصاري إذا كان هو غني وبيحرم الابن. في بعض العائلات في بعض الحالات مرقت عندي إنه الأب والأم بيمنعوا الزوج من، مش بس إنه بيحرموه، لا بيصير يحاربوه حتى إنه يلاقي شغل يعمل أساس إنه إلى آخره، فبيصير بيضطر يمكن يهاجر. يعني في ضغط اجتماعي ممكن يصير من بعض العائلات بسبب تقاسم الثروة، بسبب الأنساب، بسبب معايير معينة بيشوفوها الأهل هي مناسبة الزوج. طيب أحمد، انطلاقا من هذه الضغوطات اللي عم تتحدث عنها اللي عم بيمارسوها الأهل بشكل كبير، بنلاحظ أنه ببعض المجتمعات العربية، وهون ما بدي عمم، يعني في أعطيك كثير من الأمثال عن دول حتى القوانين تساعد الأهل، بمعنى هنالك العديد من الدول التي تسن بقوانين أو تضيق على الرجل كي لا يتزوج مثلا من امرأة من جنسية أخرى. صحيح. هيدي جدا مهمة. صحيح. يعني عم بيصير في حصار بمعنى من الأشكال للرجل أو حتى للمرأة إذا تزوجت منه. بالضبط. كيف يجب على المرء أن يتعامل مع هذه الضغوطات اللي هي منا من جهة واحدة، من أكثر من جهة؟ هو هذا المشاكل، هذا عم بيساعد بزيادة نسبة العنوسة. لأنه أصلا القانون يعني بيتطور بفشخة أو فشختين عن الناس، بس هو في النهاية ما في يكون ضد الناس بشكل كامل، لأنه إذا كان ضد العادات والتقاليد بصير الدولة عم تواجه مشكل كبير وتتصادم مع الناس. مشان هيك بتلاقي القوانين مناسبة لعادات الناس أكثر أو أقرب لهم. في مرات بنلاقي قوانين مش كتير قريبة، بس في قوانين قريبة بحسب شو مصالح كمان. خاصة نحن أن السلطات، نحن يعني مظاهر السلطة أو شكل السلطة الأساسي ما زال عائلي. يعني نحن حتى السلطة الحديثة اللي بتاخد شكل حديث مثل ما هلأ معنا على سيرة الانتخابات بلبنان، كمان ما زال التوريث هو الأساسي. يعني فنحن شكل السلطة بعد عائلي، فمشان هيك الحفاظ على شكل العادات والتقاليد العائلية هو شيء مهم. مشان هيك بيحافظوا السياسيين على أنه تكون القوانين محافظة على هذه العادات والتقاليد، لأنه يتم إنتاج العائلة التقليدية، يعني إنتاج السلطة التقليدية. صحيح. يعني بقاء على سلطتهم، وبالتالي هي دائرة دائرة تجديد متتالية. مشان هيك بنلاقي القوانين هيك. الفرد عنده خيارات مرات ضعيفة، مرات ما بيكون عنده قدرة أنه يسافر أو يهاجر. في بعض الأفراد بيهاجروا، بيتركوا أهلهم، بيتركوا كل شيء وبيهاجروا، وبيرجعوا بعدين بيرجعوا بيعملوا تواصل مع العائلة. بس وفي أفراد بيضلهم خاضعين للضغوط، في أفراد ضعاف يعني بيبطلوا قادرين يواجهوا الأهل، بيروحوا بيتزوجوا زواجات ما بدهم إياها، بيعملوا خيانات، بيعملوا طلاقات، بتفوت الأفراد بينتج عن هيدا الضغط مشاكل متعددة. الأهل بيكونوا بتجاهل لهم، ما بتفرق معهم، المهم إنه هن يناسبهم الشكل الاجتماعي اللي بدهم إياه والشكل المالي أو الطبقي أو العادات والتقاليد اللي بدهم إياه. نعم، يعني ربما أنا ببتسم لسبب، لأنه أنا من مؤيدي الزواج التقليدي. يعني أنا من مؤيدي فعلا الزواج التقليدي، ليس بالشكل الذي طرحته بالتأكيد، ولكن ربما لأنه أنا من بيئة تقليدية كمان أكثر،
هنا أجد أنه أحيانا الزواج هو لا يكون مدبر بالمعنى المفهوم، يكون في تعارف ما بين العائلتين ويعطى المجال للمرشح والمرشحة أنهم يتقابلوا ويدرسوا ربما نعم يدرسوا طباع بعض. يمكن نحن عم نحكي عن اللي ما بينعطى فيها الشخص الخيار، نعم، بس احنا نتكلم عن الزواج التقليدي عامة في بكل أوجهه يعني، وأكيد رح نتكلم عن إيجابيات أو سلبيات كل واحد منهم. فأنا أجد أن الزواج التقليدي بشكله المتعارف عليه عندما يعطى المرشحين الفرصة أنهم يتعرفوا على بعض وإيجاد هذا القبول الأولي ويقرروا في حال موافقتهم يكملوا في الإجراءات بيكون جدا ناجح من وجهه، وهذا ما أريدك أن تحدثنا عنه. الأم بيكون عندها إحساس أنا جبت العروسة وأنا متأكدة أنها حتنجح، بتساعدها تنجح صح، بتصير مصرة على أنجاحها بالضبط. فالدور السلبي اللي نتكلم عنه دائما ربما بيختلف هنا وبيبقى لا دور إيجابي. حدثنا عن إيجابيات الزواج المدبر. إيجابيات الزواج التقليدي، أول شيء الزواج التقليدي لحتى يكون إيجابيات حقيقية لازم يكون ببيئة تقليدية. إذا ببيئة عم تتصارع بين التقليد والحداثة عم بيكون له تأثيرات سلبية أكثر، يعني التأثيرات السلبية عم تضغى أكثر. أما بالصيغة اللي أنت كنت عم تحكي فيها هي صيغة إيجابية، يعني إذا نحن مجتمع محافظ أو بعده بيساهم بتدبير الزواج ولكن عم بيعطي فرصة للزوجين أنه هن ياخدوا خيار أخير، يعني بمعنى أنه يشوفوا بعض يحكوا مع بعض يقعدوا مع بعض بعدين يقرروا، بس الزوج الأهل من الأساس هن مدبرين هيدا الخيار. بس هون بيكون في ضغط لا مباشر ولا واعي من الأهل على الأفراد، بس عم ينعطى مجال من الحرية. أكيد هيدا الزواج إذا ببيئة تقليدية أكيد هذا لما يتم بيصير نسبة النجاح تبعيته أعلى. نسبة النجاح تبعيته أعلى لأنه صار العائلات هن مجبورين أنه يحموا هيدا الزواج. صحيح. هيدا عادة بصير مؤسس بصير هني عم بيأسسوا مؤثرين. هو عادة الزواج التقليدي هو زواج عائلة كبيرة، مشان هيك العائلة دايما بتحمي هذا الزواج وبتقرر فيه، وقت بيصير في مشاكل بتتدخل فيه بشكل كتير كبير وحاسم وبتمنع المشاكل أنها تتضخم إلا في حالات معينة أو استثنائية. وبنفس الوقت له تأثيرات سلبية، ممكن أنه يكون في إجحاف بحق الأفراد، عدم تقدير لعواطف الأفراد، عدم تقدير، يعني مثلا إذا الزوج والزوجة مثل ما تفضلتي قلتي أنه نحن اتفقوا عن بعض بس بعد ما فاتوا بالزواج ما حبوا بعض، يعني ما توافقوا مع بعض، ما كانت يعني أراءهم منسجمة، ما بصير في حال الزواج العلاقات بالضبط. إيه هون بس شو المشكل بصير الأهل بيضغطوا بشكل كتير كبير تمين حل هذا الخلاف بالشكل الطبيعي، وبعدين بيجوا أطفال وبعدين تتراكم القصص وبتكبر القصص وبصير يعني في عنا حالات بتنجح كتير، في عنا حالات بتعرض لفشل لأسباب كتير، خاصة للمجتمعات المناطق العربية اللي هي عم تتداخل مع الحداثة بشكل قوي. هيدا المناطق إجباري عم بيكون في عندها هيدا الصراعات حادة، منلاقيها بتضعف كتير وقت ما نروح بالمناطق اللي هي التقليد فيها الأساس والعادات التقاليد هي بعد سائرة وسائدة، هيدا منلاقي هيدا الصراع بخف كتير والنجاح الزواج المدبر بيكون أحسن من الزواج لأنه في تقبل للواقع، هيدا الواقع بدنا نقبله شو ما كان. صحيح. طيب بدي منك توجه يمكن نصائح للي عم بيشوفونا كان رجل أو كان مرأة، هن يمكن ببيئة محافظة وهن خاضعين أحيانا للزواج المدبر، كيف فيهم يواجهوا يا ربما يقبلوا؟ إذا بده ما يواجه، إذا بده يصر على موقفه ويقول أنه لا أنا ما بدي أرفض هذا الزواج، كيف في يواجه من دون ما يخسر عائلته؟ كيف ما أوقات تأخر سن الزواج عند الرجل والمرأة عم بنلاحظه كثير خاصة من مجتمعاتنا العربية. صحيح. كيف فينا نواجه بطريقة صحيحة ربما؟ في كذا طريقة فينا نواجه فيهم، بس بحسب قديش سلطة الأهل على الولد وبحسب قديش هذا الشاب أو الصبية عندهم القوة أن يواجهوا أهله شخصيتهم. إذا كان عندهم شخصية قوية بيقدروا يواجهوا فيها فهذا الشيء بيساعدنا على أنه يعملوا مواجهات، وهون شو ما عطيتهم حلول بيقدروا يواجهوا فيها. أما الأشخاص اللي هن ضعاف أول شغلة لازم يعملوا أنه يقوي شخصيتهم، يعني هي أول نقطة لحتى نحن عن جد نعمل شيء. ما في واحد يفوت بمعركة وهو منه مسلح لألها، منه مجهز حاله بالعدة الأساسية لألها. فإذا كان شخص ضعيف بنت أو شاب لازم هن يقوا يتعلموا كيف هن يصيروا أشخاص قوي، هاي أول شغلة. الخطوة الثانية بصير يعملوا قدرة على المواجهة. كيف المواجهة؟ في عنا عدة طرق.
عادة بالزواج التقليدي أو بالمجتمعات التقليدية ما مفروض نحن نواجه بالعكس تبعه، لأنه هذا الشيء بيعمل المواجهة كتير حادة. يعني إذا نحن عم نواجه بقيم الحداثة فهذا الشيء بيزعج كتير الأهل وبيخليهم ضد أكتر وبيخليهم يتصادموا معنا أكتر. أما في عنا نحن نقاط ضعف بقلب النظام التقليدي، وهيدي النقاط الضعف فينا نضغط عليها وفينا نأثر فيها تا نحن ناخد الزواج إلى محل تاني. مثلا في أشخاص مؤثرين بالعائلة، فينا نضغط على هيد الأشخاص المؤثرين بشكل فردي تا يضغطوا على الأهل. في عنا مثلا العاطفة هي أهم واحد فينا، الولد أو الشاب أو الصبية تضغط بالعاطفة على الأهل تيغيروا خياراتهم أو تيعدلوا خياراتهم. هيدا من أحسن الطرق اللي بتنجح، لأنه هيدي العاطفة الأهل مع العاطفة، يعني الولد في يأسى على الأهل بس الأهل ما فيهم يأسوا على الولد، يعني ما فيهم يطلعوا. وفي الآخر هو فرق كبير ما بين الزيجات المدبرة والزيجات بالإكراه، يعني شيئين مختلفين تماما. الاستشاري النفسي والعائلي أحمد يوسف، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مشاهدينا سنذهب الآن إلى فاصل قصير، نعود بعده إلى القسم الأخير من صباح النور، فابقوا معنا. مشاهدينا تحية طيبة من جديد، صباح النور هبة مرة صباح أخرى. النور مرة أخرى لإليك سارة، والآن سنذهب إلى فلسطين. نعم. مشاهدينا، هل تود أن تقوم بالتخطيط لرحلة إلى فلسطين؟ وهل تريد أن تزور الأماكن المقدسة هناك؟ أو تحب أن تزور الأماكن التراثية؟ أو أن تأخذ زيارتك الطابع الثقافي؟ إذن إذا كان هذا مبتغاك فهناك من سيسهل عليك هذه المهمة، Visit Palestine. نعم سارة، للحديث أكثر عن مشروع زور فلسطين أو Visit Palestine، دعونا نستضيف مشاهدينا معنا مدير المشروع سامي خوري مباشرة من القدس المحتلة. سيد سامي صباح النور. صباح النور، صباح النور لكل المشاهدين. يعني المشاهدين أول ما يسمعوا Visit Palestine أكيد رح يبعثوا لك وراءهم لتعملهم الإقامات أو تعملهم الفيزت لزيارة، بدنا نوضح لهم شو هو Visit Palestine بالتحديد. 100% احنا طبعا جاهزين. مشروع فيزت بالستاين هو ابتدى قبل 8 سنين بال2010، اطلقنا النموذج الاول اللي هو موقع الكتروني اسمه visitpalestine.ps. هدفه طبعا هو لترويج وتسويق فلسطين كمقصد سياحي عالميا كمان محليا لاهل البلد. الموقع متوفر بخمس لغات، بالعربي بالانجليزي بالتلياني اسبانيولي والماني، وطبعا بروج فلسطين ضمن حدود 67 خلينا نقول، الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، كل المواقع الأثرية الدينية المراكز الثقافية المتاحف جميعها مدرجة على الموقع، اللي نسهل على السائح أو عم بيحاول يرتب مشواره لفلسطين أنه تكون المعلومات هذه متوفرة بمحل واحد اللي هو على الموقع الإلكتروني. نعم، كيف أتت فكرة المشروع يعني تبع المشروع؟ نعم لا لا طبعا المشروع يعني بلش هو لما بلشنا نعمل بحث على الانترنت، لانه اليوم السواح لما بدهم يرتبوا لاي رحله اول نقطه بحث بتكون على الانترنت، وتبين يعني احنا المنافسه اللي بتواجهها فلسطين موجوده على الارض الواقع موجوده كمان على الانترنت. فاحنا نعمل البحث لاحظنا انه في كتير معلومات ناقصه عن فلسطين بالذات كمقصد سياحي، في كتير معلومات خاطئه عن فلسطين، بتروج بيت لحم أو أريحة إنهم هن مقاصد سياحية داخل إسرائيل مثلا، فبوابة الإنترنت بتلخم شوي. فإحنا شفنا في هذه الثغرة وفي أهمية كبيرة إنه يكون في موقع إلكتروني سنترال اللي بروج فلسطين بعدة لغات لكل العمال اللي بيفكروا بيحاولوا يزوروا البلد، لأنه برضه مش سهلة ومعقدة وفي عندهم انطباعات محددة على البلد. فمنحاول إحنا نروج الوجه الآخر لفلسطين، الوجه الإيجابي، الإرث السياحي، الإرث الثقافي اللي موجود.
سامي، يعني كتير حلو الكلام بس ما بعرف قد التطبيق سهل. يعني أنا فلسطينية وبعرف إنه لما بدك تنقل من منطقة لمنطقة بيكون في يعني حواجز للاحتلال الإسرائيلي، بدها استخدام تصاريح، كيف التسهيلات خاصة بإنه أنت قاعد عم تحكي عن مناطق 67 وعم تحكي كمان عن قطاع غزة اللي بده تصاريح كتير يعني صعبة من الاحتلال الإسرائيلي، كيف بتقدروا إنه تطبقوا هالحكي اللي أنت عم تحكيه على أرض الواقع؟ هلا السياحه طلع احنا بنطلع عليها على اكثر من شق. السياحه الوافده يعني غالبيه اللي بيجوا على البلاد هم اجانب من دول مختلفه من فوق ال 70 80 دوله اللي بيجوا كحجاج على فلسطين وعلى اسرائيل ومرات كمان حتى للاردن. هلا تحرك هذه الوفود يعني ممكن بصعوبه مرات انه لما بيكونوا جوا الضفه الوضع الراهن على الارض بركن يتغير، انه مدخل اريحه لسبب من الاسباب اغلق يعني، بس للسواح الاجانب ما فيها المشاكل انه نستقطبهم ونرتب برامجهم اللي يزيروا كل الاراضي المقدسه. هلا للاسف في اسواق اللي في عليها معيقات اكثر، تحديدا يعني للاسف كل الدول العربيه اللي ما يوجد لديها علاقات دبلوماسيه مع اسرائيل صعب جدا انه نستقطبهم كزوار. للأسف عشان توصل فلسطين لازم تمرق عن إسرائيل أول، إن كانت التأشيرات المطار المعابر، ففي هذا البارير اللي علينا مبدئيا. هلأ في مبادرات مرات بيكون في إمكانية أن الواحد يجيب تأشيرات لوفود، ولكن للدول العربية أو الإسلامية اللي ما فيها علاقات دبلوماسية الموضوع بيكون أعقد كتير. نعم، أخبرنا عن الإقبال على الموقع وعلى الفكرة، يعني سواء كان من داخل فلسطين أو من الناس من خارج فلسطين والذين يحلمون ربما بزيارة فلسطين، كيف هو الإقبال؟ يعني أنا بتوقع أنه محليا كان الإقبال كتير منيح وكان واسع. من ضمن قطاع السياحة اللي أدرك أنه هذه المبادرة هي طبعا بتفيدهم لأنه منروج إحنا كل فلسطين وكل القطاع السياحي الموجود بفلسطين، لأهل البلد كمان هي صارت عنوان لأهل البلد اللي حابين يرتبوا إن كان مسارات أو رحلات داخلية، لأنه الموقع برضو إحنا كان إشي أساسي أنه يكون برضو متوفر باللغة العربية لأهل البلد وكمان لإخواننا وأخواتنا في الدول العربية. نعم. على الصعيد الدولي يعني احنا على سوري تفضلي. لا تفضل انت، لانه انا كان بهمني اسمع على صعيد الدولي ومين اكثر دول عربيه عم يعني تتواصل معكم ليجوا. هلا في كثير علاقات منيحه مع الاردن، لانه في كثير وفود اللي بيجوا على الاردن ويكونوا معنيين اللي يوصلوا على الاراضي الفلسطينيه، هذا شق. في كمان سواح من مصر اللي برضه في الامكانيه انهم يوصلوا. بالنسبة للسياحة أولى الدول الأوروبية أو شمال أو جنوب أمريكا كان في إقبال كتير واسع من الموضوع من المشروع، إن كان من صحافة إن كان من مكاتب سياحة إن كان من الأفراد اللي عم بفكروا ييجوا رحلة على فلسطين ببلشوا يتواصلوا معنا ويتراسلوا معنا مسبقا قبل 3-4 أو 5 أشهر قبل ما يبلشوا في الرحلة تبعتهم. وطبعا إحنا بنتواصل معهم، الترتيبات اللي بنقدر نعملهم إياها بنعملها من حجز فنادق أو ما يتبع، أو مجرد بس إنه نتجاوب معهم نعطيهم المعلومات عشان يقدروا هنو يعملوا الحجز مباشرة كل واحد لحاله. نعم، وهذا يقودني للسؤال يعني اللي عاوز أسأله الآن، إنه ما الذي يميز موقع زور فلسطين عن غيره من المواقع السياحية الفلسطينية؟ يعني بنشوف كثير من المواقع التي تروج للسياحة الفلسطينية، ما الذي يميز زور فلسطين؟ أتوقع يعني بداية هو من أقدم المواقع الإلكترونية، وبقدر أحكي بثقة كمان أنه هو أوسع موقع اللي بيروج فلسطين من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، لأنه برضه أتوقع مشروع خاص بيكون في دائما المعلومات بصدد التجديد ودائما في تعديل على الموقع، إن كان في موقع أثري جديد اللي ترمم أو في متحف اللي فتح طبعا بيصير مدرج على الموقع، توفره بعدة لغات أساسية زي الإسبانيولي والإنجليزي والتلياني والألماني، هذول أسواق مهمة لفلسطين. نعم،
يبدو أنه هناك خلل ربما. أعتقد أن هناك مشكلة تقنية، نتمنى أن تعود الآن الخطوط، ولكن يعني تكلمتي عن وجود عائق أمني قد يقابل حتى سكان فلسطين الداخلية في التنقل ما بين المناطق التي يقدم الموقع خدمة للسياحة فيها. هذه المعلومة ربما كانت جديدة نوعا ما بالنسبة لي، يعني لو تحكين عنها أكثر إنه كيف يعني هي المناطق الفلسطينية، وحتى بيحكي عن مناطق 67 للأسف يعني هي في حواليها إنه مناطق تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وهناك مستوطنات إسرائيلية أيضا. كل هذا يعيق إنه تنقل الأفراد الفلسطينيين من محل لمحل، فما بالك إذا كانوا سياح ربما من دول عربية. أنا عم بحكي ربما الأجانب اللي بيحملوا جنسيات أجنبية بتكون الأمور أكثر أسهل لإلهم، ولكن العوائق ربما للدول العربية يعني مثل ما قال مثلا من الأردن ومن مصر إنه بحاجة لتصاريح خاصة من الاحتلال الإسرائيلي. فأنا بدي أعتذر منك على الانقطاع، ولكن يعني هيك الموضوع محمس كتير، وأنا بعرف أنه أنتم مكتبكم على بعد أمتار ربما من كنيسة المهد ببيت لحم. بدك تخبرنا عن هالموقع اللي كتير حلو، بدك تخبرني عن متجر زور فلسطين وكيف بتقدموا أكثر من 60 منتج محلي من جميع أنحاء فلسطين. شكرا. زي ما تفضلت أنا في البداية، فمشروعنا هو شقين، الشق الإلكتروني والموقع على الإنترنت. وقبل 3 سنين فتحنا مركز زور فلسطين في قلب بيت لحم، في مبنى قديم تم ترميمه عمره 200 سنة تم ترميمه، واليوم هو بيخدم أكثر من شغلة. فيه مركز استعلامات للزوار اللي منساعد أي من الزوار، تحديدا سياحة الأفراد، الزوار الأفراد أو المجموعات الصغيرة بيجوا على مركز استعلامات، منساعدهم كيف يتواصلوا وكيف يتحركوا بين المدن الفلسطينية، كيف يروحوا من بيت لحم لرام الله أو شو في يعملوا في بيت لحم. فهذا مركز استعلامات كامل متكامل. بالإضافة في عندنا المتجر اللي هو البوتيك شوب، وإحنا فخورين جدا يعني لما فتحنا المتجر كان في قرار أساسي إنه فقط منتجات محلية مصنوعة بفلسطين اللي بيتم بيعها في المحل أو ترويجها في المحل. في عنا ما يزيد عن 90 مورد من طلاب أو طالبات بيشتغلوا بالجامعة وعندهم مهنة تطريز، لمؤسسات اللي بتخدم ذوي الاحتياجات الخاصة، لشركات متطورة أكتر. فالتشكيلة الواسعة اللي عنا إياها بتمد من جنين بأقصى الشمال للخليل ولحتى لغزة. وطبعا فهو تحت مسمى الفير تريد أو التجارة العادلة، بس بدون الشعار خلينا نقول. ولكن المنتجات الأساسية إنه كل شيء صنعه محلي وما في إشي من برا البلد، وهذا أظن بيجذب كتير من الزوار محليين وأجانب على المتجر تبعنا. نعم يعني. وبالحديث عن المشاريع، هناك أيضا مشروع فلسطين بلادي، أحب أن تخبرنا أكثر عنه ومن يستهدف. مشروع فلسطين بلادي أو Palestine My Homeland كانت مبادرة أطلقناها بشهر 8 السنة الماضية. هدفها هي تطوير وتشجيع سياحة المغتربين تحديدا من أسواق مختلفة. في سبيل المثال بأمريكا اللاتينية يوجد ما يزيد عن 300 ألف فلسطيني مغترب من أصلهم من منطقة بيت لحم وبيت جالة وبيت صحور وهذه المناطق. وهذولا في عندهم الإمكانية، عندهم جوازات شيلية، ففي عندهم الإمكانية إنهم يتواصلوا ويجوا يزوروا البلاد. أمريكا الشمالية نفس الإشي، فيها كمان تجمع وفيها نسبة عالية من المغتربين. فالمشروع إحنا حددنا 4 أسواق أساسية، ولكن فينا نخدم أي محل من فيه مغتربين. حددنا أمريكا اللاتينية لأنه فيها تكثف عالي وفي تواصل بين المغتربين في أمريكا اللاتينية مع أهليهم هون في بيت لحم. الولايات المتحدة لأنه فيها تكثف عالي كمان وفي عندهم الإمكانية بما أنهم بيحملوا جوازات أمريكانية ليزوروا البلد. وآخر 2 كانت ألمانيا والأمم المتحدة، لأنه بريطانيا، لأنه شفنا أنه فيهم أكبر تكثف للفلسطينية في أوروبا. فهذا سوق مسموح اللي يوصل ويزور فلسطين، فجينا حددنا هناك. والمشروع بيخدم أكثر من صعيد. طبعا عملنا في عنا هلأ الشهر الجاي وشهر 8 ما يزيد عن 150 مغترب اللي جايين كمجموعات صغيرة اللي يتواصلوا ويجي يزوروا أهليهم يزوروا البلد. فهو مشروع مبادلة للتواصل مع إخواننا وأخواتنا في المغتربين.
يعني مشروع جميل جدا وكثير هيك انا بدي يعني احييك لانه هالمشروع يعني كثير مميز. وان شاء الله انا بس تكون لي نزله على رام الله اكيد رح احكي معكم، بس حتكون نقطه الانطلاق من رام الله مش من بيت لحم، لانه حتكون اللفه كثير طويله لاوصل على بيت لحم واوصل على مناطق ثانيه، واكيد منها القدس المحتله ونصلي بالمسجد الاقصى ونزور كنيسه المهد وكنيسه القيامه ان شاء الله. شكرا كثير سامي خوري على هالفقره الكثير حلوه اللي كانت جاهزين. معك شكرا لك، شكرا كثير على استضافتك. تسلم يا رب. وهلا انا وانت ساره الان سوف نذهب اهلا وسهلا الان سوف نذهب الى المطبخ لنشاهد اطباقنا في شكلها الاخير. مشاهدينا الى مطبخنا ولا اشهى. يسعد صباحكم من جديد من مطبخ صباح النور. هلا بدي اقدم الاطباق يلي اشتغلناها الصبح. نحن عملنا الارضي شوكي المحشيه باللحم والخضار يلي طبختها بصلصه البيضه، هي صلصه البيشاميل. صلصه البيشاميل عملتها بالحليب والطحين، حطيت لها جوزة الطيب والبهار الابيض، وطبعا الارضي شوكي نحن عملناها أرض شوكة الفريش طازة. هلا رح حط شوي من الصلصة فوق الأرز بهذا الشكل، طبعا بيتقدم على جنب. رح حط البقدونس على الوجه بهذا الشكل. نرجع لعجينة حلاوة الجبن يلي تركتها على النار كرمال تضلها سخنة. رح نمدها ونحشيها بالكاسترد يلي عملناه كاسترد بيتي بالبيض. طبعا نحن بحاجة نغير الكفوف لأنه عنا مالح وحلو. هون رح نحط على الأرض القطر لأنه بدي مد حلاوة الجبن طرية بعدها سخنة، بدي مدها بالقطر بهذا الشكل. ونحن قلنا الكاستر لازم يبرد كرمال هيك ما لفيناها اول شيء. رح احشيها بالكاسترد وقطعها وزينها بالفستق الحلو. رح ناخد قطعه من الكاسترد حطيناه بهذا الصحن الفايش لحتى يبرد ويجمد عندي. رح اخذ هذا الشكل وقطعه تانية من هذا، رح لفها بهذا الشكل. هذه اول قطعه بدنا نشتغل على السريع عشان ما تبرد الجبنة وما اقدر لفها. هذه القطعة الثانية مثل ما قلت لكم بدنا نضل محافظين على حرارتها السخنة بسرعتنا. اوكي هلا رح قطعها بلش عملية التقطيع والتزيين. أول قطعة نغمسها بالفستق حلبي على الميلتين ونحطها. ثاني قطعة نفس الشيء. دايما بالحلو ما بيستحسن إنه نشتغل بالكفوف لأنه بيصير يلزق علينا، بس إنه على الهواء خاصة بالشغل بالعجين. هلا رح نزين بزهر الليمون، هذا بينجاب خالص من محلات الحلو، هذا مربى زهر الليمون بيتزين فيه الحلويات العربية خاصة بشهر رمضان. وريحة شهية يعني أخذتكم على طرابلس، أخذتكم على طرابلس، أخذتكم على سحور شهر رمضان. هلا هاي من أجواء رمضان واقتراب هالشهر الفضيل. حلاوة الجبن وصفة كتير سهلة وطيبة ووفيرة إذا بتنعمل بالبيت، لأنه إحنا بنعرف إذا بدنا نجيب حلاوة الجبن الكيلو شوي عم بيكون أغلى. نعم. بس إذا بنعمله بالبيت، إذا جبنا مثل ما شفنا الجبنة حليناها قبل بيوم، عملناها دوبناها على الحمام البخاري، قدمنا بقلبها القشطة
أو مثل ما أنا اليوم عملت غيرت شوي قدمت الكاستر تتزين بالفستق الحلبي بيتقدم معها شراب السكر حتى أنه فينا نتحكم بكمية السكر اللي عم بنحطها إذا كنا عاملينها أكيد هلا أنا حاطة قطر على جنب لأنه أنا عاجني بشوية سكر ما كترت هيك الشخص مثلا الكاسترد من جوا لما طبخناها ما حطينا أبدا فيها سكر حلو. نعم. فهيك مثل ما قلت هلا راوية بتعملها بطريقة تانية بدها تعزمنا على البيت عندها ونتصور وننشر على الشاشة ايوه عملوا له تاج انه انا علمتكم ضروري شو شفتوا هيدا الطبق قد ايه ذكركم نعم. بشهر رمضان طبعا اهم شيء الزينه وزهر الليمون اللي هي شهيه جدا وحتى كمان حلو. انه هيدا الطبق مش بس انه ثقافه المطبخ الشمالي حتى لما بذكرنا بالشام لما ننزل على سوريا نعم. كمان حلو هود الطبقين لليوم كانوا اطباق شهيه افكار جديده لشهر رمضان إن شاء الله تكون عجبتكم شكرا لك شاف ويعطيك ألف عافية وأنتم مشاهدين الشكر الكبير لكم على متابعتنا لمدة 3 ساعات غدا بالطبع فقرات ومواضيع مميزة كالعادة انتظرونا أكيد انتظرونا مشاهدينا وإلى اللقاء إلى اللقاء